الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرة أخرى ألتقيكم، هالمرة في درس آخر والعنوان آخر، بحكم أنه هذا المجال لازم يكون ملم به باش واحد يقدر يتبع في التكنولوجيات اللي راح نشوفوها من بعد إن شاء الله، منها أوبن ستاك وأنسيبل ودوكر، وفي مفاجأة أخرى للديفلوبرز إن شاء الله يفتح دير. اليوم راح نشوفه إن شاء الله كورس على لينكس فروم زيرو، مش معناتها راح نشوفه لي باز نتاع لينكس باش واحد يقدر يأتاكي من بعد نامبورت كال دومان لي بازي على لينكس، تدير لي كوموند دو باز، واحد كي يكتب كوموند يعرف كيفاش يكتبها، يعرف لي بيرميسيون، يعرف كاع لي لا سيكوريتي المينيموم اللي لازم يعرفو، يعرف شو هو ديسك، يعرف شو هو بروسيس، كيفاش يحبس بروسيس، كامل هاد لي المفاهيم راح نشوفوها ان شاء الله بشويه بشويه. الشيء الاخر انه رفع علينا الحظر هذاك تاع 40 دقيقه في زوم، عندنا الوقت ندير الوقت اللي حبينا، حتى 24 ساعة انقطاع ما فيش مشكل. اليوم إن شاء الله في هذا الجلسة راح نشوفوا هذه النقاط، راح نشوفوا في البداية مقدمة بسيطة علاش نتعلموا لينكس. احنا راح نشوفوا بصفة عامة ريد هات هنايا ولا سانت اوس نفس الشيء، اوكي، والمفاهيم اللي من بعد جايه في الكوموند لاين وكل شيء يبقى نفسه في كل التوزيعات. بعض الاحيان هناك فايل كونفيجريشن فايل تتبدل شويه، لكن باغلب الاحيان نفس الشيء. نشوفوا ثاني انستالاسيون كاش نثبتوا توزيعه، والتوزيعه ولا ديستريبيسيون واش هما البست براكتيس اللي لازم واحد يتابعهم باش تكون عنده انستالاسيون كوريكت، ماشي من بعد يحصل كي بدي افونسي في تريك تاعو. الوغ من بعد راح نشوفوا واحد كاشي اكسيدي هاد لا ماشين، هكاو الاكسس يكون سواء لوكالي ولا ريموت بالاساساج، ريموت يكون بالاساساج، راح نشوفو كاش ناكسيديو بالاساساج واش هو البست براكتيس. تاني راح نشوفو الفايل سيستم، تاني كاش واحد يعرف واش هما لي ريبرتوار اللي كاينين في لا ديستريبيسيون، وكل ملف ولا كل فولدر ولا كل ريبرتوار واش عنده ميزات. من بعدها ان شاء الله نشوفوا نقطه مهمه اللي هي اليوزرز والجروب، ما راحش نديروا حاجه كبيره فيهم لخاطر اصبح من البديهيات، لكن راح نركزوا على النقاط اللي ما يعرفوهمش الناس بزاف، النقاط الاقل تداولا والمهمه راح نركزوا عليها ان شاء الله. من بعد نروحوا نشوفوا فايل بيرميشن والسيكوريتي، وفي هذه النقطه راح نتريتيو بزاف صوالح، كاين الاشياء اللي ما تتلقاوهاش دائما، ما هوش غير RxW ولا read or write execution، راح نشوفوا صباح وضخر. process management هذه تاني لازم واحد يكون عنده ملم بهذه النقطة، لأنه مقارنة بويندوز مثلا في لينكس عندك total control، معناتها عندك اليد على الماشين تاعك وحدك. بعد نشوفو السوفتوير باكيج ولا وش معناتها انستالي ان لوجيسيال ولا تثبيت برنامج في لينكس، الفرق بينه وبين ويندوز مثلا. راح نشوفو سيرفيسز اند دايموند ولا شي يصلحوا، داكوغ، علاش واحد لازم يتعلم هاد الصوالح، لانهم هادو من بعد
اي تكنولوجيا راح تزيد تعلمها من بعد راح تكون بازي على هذه دو نوسيو، باش تعرف باللي السيرفيس اللي تخدم عليه راهو خدام، كاش نعاود نتشيكي هذا ونكملو لوتيليزاسيون تاع لي سيستم دو فيش، ولا باش نسهلوها كيما نقولو حنا جزائريين فورماطاج، كاش تفورماطي وان سيستم دو فيشي ولا كاش تنشئ فايل سيستم. هذا لو بلون ان شاء الله ولا الاجنده اللي راح نتبعوها اذا كتب الله ان شاء الله. الوغ الشيء الواحد اللي راح ديجا نبداو فيه في الانترودكسيون وراح نجاوب فيها انا على اسئله تاع الناس اللي يقولوا لي كل مرة لماذا راد هات وماشي توزيعة أخرى. شوف هنا اختيار التوزيعة صديبون على وش راح تخدم بها. أوكي إذا كنت إنسان راح تشتغل على لينكس وفي اللابتوب تاعك ولا في الماشين تاعك وبشكل يومي وباش تيفيتي المشاكل اللي يطيحوا لك وتلقى دعم من عند الناس على شبكة الانترنت، هنا يا أغلب الناس يستعملوا أوبنتو ولا كان يستعمل مينت، كان اللي يستعمل أرك لينكس، وكان اللي يستعمل فيدورا مثلا، وهذه كلها توزيعات موجهة للديسكتوب شمالتها موجهة للاستعمال الخاص ولا البيرسونال كمبيوتر وكاين توزيعات موجهة للخوادم ولا السيرفرز. وفي هذه الحالة ثاني عندكم مجموعة من التوزيعات. هناك أربع توزيعات الأكثر استعمالا: ريد هات، سنتوس، وبنتو، وسوزي. هذو الأكثر استعمال. إذا قلنا يمكن القول أنهم يحتكروا 95% من مجمل السيستم على الخوادم. هذا الشيء الأول اللي واحد يعرف وش من توزيعه راح يشتغل عليها. كاين مثلا توزيعات مخصصه للناس اللي تشتغل على الديزاين ولا تشتغل على مثلا تشتغل على فيديو ثلاث مود فيديو، لو هادو فيها توزيعات خاصه. وش معناتها؟ معناتها انت كي تنزل توزيعه وتثبتها مباشره تبدي راح تجد كل التولز الممكنة باش تخدم أي فيديو ولا تعمل رتوشات على أي صور. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية علاش أصلا إحنا ندرنا هذه؟ لأنه لينكس حاليا إذا شفنا كلاود كومبيوتينج ولا فيرتواليزيشن كلها تعتمد على سيستمز. احنا هنا راح نشوفوا في هذا النقطة انه اذا كنت رايح على لينكس فيرتواليزيشن اللي هي كافيان، هنا لابد تكون مولم بلينكس، لابد الأساسيات لازم تكون عندك. إذا رحت على الكلاود كومبيوتينج مثلا في حيث اصلا نديروهم في الأوبن ستاك راكم تشوفوا باللي كل شيء مبني على لينكس. وهنا حتى في لينكس وشوفنا باللي فيه توزيعتين الأكثر اشتهارا فيها في الأوبن ستاك هي ريد هات سنت اوس وأوبنتو. إذا ناس تحولت مثلا للكلاود كومبيوتينج ولكن هذه المرة عند جوجل، حتى عند جوجل إذا رحتوا
الناس اللي داروا للاب تاع جوجل راح يشوفوا باللي حتى جوجل بازي على لينكس، حتى جوجل بازي على لينكس. وبهذا هذه الملاحظة نشوفوا باللي في عالم إدارة الخوادم بصفة عامة administration لازم يكون عندك ان باك جراوند لينكس. اوكي، هذا اللي اعطى لمحه علاش واحد لازم يتعلم لينكس. وحتى اذا وصلنا دركا رانا في واحد العالم اخر اللي هو سوفت ديفايند، والسوفت ديفايند نتورك ولا ستوريج ولا داتا سنتر، هادو اغلبهم اغلب تكنولوجيات حاليا موضوع على لينكس. في هذا بهذا اضعف الايمان تكون تعرف الاساسيات، ماش تكون حيه كبيره في لينكس، لكن الاساسيات تكون تعرف. علاش ريد هات بالنسبه لي بوزيبل لاكاسيون؟ ريد هات لانه ريد هات حاليا من اكبر شركات في مجال الاوبن سورس اللي تقدم مشاريع مهمه، واللي مشاريع نتاعها في كل دي بلاتفورم. والشيء الثاني انه دي تكنولوجي نتاع ريد هات يسون بازي على دي تكنولوجي اوبن سورس. واش معناتها؟ معناتها حتى اذا كان ريد هات عندها دي برودكت اللي فيهم سبسكريبشن اللي الناس يسميوها ليسونس، وهي ماشي ليسونس، هي لازم اوبليغاتوارمون تشتري عليهم سيبورت، لكن اذا ما كانش عندك حاجه كريتيك واحد يقدر يمشي في ان برودوي اللي يكون لي ايكيفالون تاع. معناتها اذا انا كنت نخدم براد هات لينكس نقدر نخدم في دوره، وهنا ما عندي حتى انجاجمون مع ريد هات. لكن المشكل انه في دورة مثلا كل 6 أشهر فيه نسخة جديدة، وهذا التغيير في التكنولوجيا ما تحملهش شركة تبغي استابيليتي، ثم حاجة اللي تنستاليها ماذا بها تقعد أمور ديلها غير لي ميزاجر واحد 4 سنين 5 علاش ماشي كثر، من بعد في التجديد حاجه واحده اخرى. الوغ لهنايا هذا مثال. اذا رحنا فيرتواليزيشن راف، هنايا كاين ناس يروحوا يخدموا باوفيرت، بدو يخدموا باوفيرت. اذا رحت مثلا الاوبن ستاك، اوبن ستاك كاين ريد هات اوبن ستاك بلاتفورم، لكن احنا اللي راحنا نعتمدوا عليها حاليا في الدورة تاع اوبن ستاك ما هوش اوبن ستاك ريد هات اوبن ستاك بلاتفورم، لكن هو ارديو اللي يتثبت على توزيعاتين اللي هي سنتوس وريد هات. اذا رحت للستوريج، ريد هات ستوريج كاين مراهم زوج تاع لي بروجي الكبار اللي هو ساف وجليستر. ساف وجليستر وهما تكنولوجيا تخزين متطورة جدا. هذا في عالم ستوريج. وفي الساتلايت هنا يدك تبدلت ما هوش فوريمان في الساتلايت، هذا كل ما له علاقة بالمانجمنت انسيبل اوتوميشن. هذا اللي راهو داير حالة حاليا في عالم الاي تي. كل بدون استثناء كل الشركات تستعمل أنسيبل، حتى الشركات الكبرى. إذا أخذت مثلا اي بي ام، مايكروسوفت، ديل، حتى الديمونستريشن اللي راهم يديروها حاليا في البرودكت تاعهم تكون التهيئة تاعها عن طريق أنسيبل. لكن كان أنسيبل open source وكاين Red Hat Ansible Automation، هذه بلاتفورم اللي عندها لو سيبور. كلاود فورمز هي الانتروبابيليتي بين الكلاود، واحد اللي حاب يجيري بزاف الكلاود
جيري مثلا كلاود امازون، كلاود جوجل، كلاود اوبن ستاك تاع ريد هات، وكلاود اباز دو مايكروسوفت. لهنا واش يدير؟ لازم ان بلاتفورم واحده اللي تخليه يجيريهم كاع. هذه من بين لي برودوي فار دركا. عند دركا نجيو الكونتينر. الكونتينر دروك راهو كاين حاجه جديده، كاين كور او اس. هذه ستان بروجي اللي شراتو ريد هات، ويقدم او اس سبيسيالمون للكونتينر. الشيء الوحيد انه التغيير اللي صرا حاليا في الكونتينر عند ريد هات، ما راهمش يستعملوا دوكر، يستعملوا بودمان، وهو منتوج كما يقول محلي نتاع ريد هات، وكاين اوبن شيفت. لوغ هذا كلش هذايا ماهوش غير ريد هات لينكس، هذه سي ريد هات برودكت. كي نمشيو ريد هات ميدل وير بورتفوليو، هذا عالم وخد اخر كاع، تاع بروغراماسيون، تاع جيستيون، بيزنس انتيليجنت، هذا عالم وخد اخر. لوغ هنايا كل واحد تما، انت ما راكش بالضروره تخرج لهنا لبرا، قادر تقعد هنا الداخل وكل شيء لي غراتوي. وكاين شيء ثاني، لي ستوديون عندهم developers.redhat.com، عندكم سبسكريبسيون غراتويت كي تانسكري لكاع حد لي برودوي تاع ريد هات، وتخدم بهم عادي، ما عندكش مشكل. اوكي، الوغ هادي غير باش نعطيكم لمحه على من جهه اكثر التكنولوجيات اعتمادا حاليا في الاي تي، واللي مصدر تاعها مفتوح، والعلاقه بينها وبين ريد هات. هذا الشيء الاول. الان راح نروحوا للانستالاسيون، وفي الانستالاسيون احنا ما راحش انستاليو ريد هات، نفس الشيء راح انستاليو سنت او اس. وبور انستالي سنت او اس راح انا نستعمل ان ماشين فيرتوال. اوكي دقيقه، انا نجاوبو نجاوبو سريعا على بعض الاسئله. رياض، انترنت الله غالب، شيء يفوق القدره تاعنا. وما هو الفرق بين أونسيبل وجينكينغ؟ لوغ أونسيبل سي أوتوميشن تولز، ويستعمل أكثر في الأدمينستريشن بصفة عامة، لكن جينكينغ خاص بالديفلوبرز. داكور، خاص بالديفلوبرز، حاجة خاصة بالديفلوبرز. راح نشوف، راح يكون عندنا ان شاء الله حصه مخصصه للديفلوبرز، راح نشوفوا بها اشياء اكثر من جينكينغ، ومنها جينكينغ ان شاء الله. الوغ جينكينغ يدخل في الكونتينيتي انتجريشن، هذه ثاني شيء اخر، هذا مفهوم اخر ما حبيتش نتحدث عليه الان، راح نتحدثوا عليه ان شاء الله يوم اخر كي تسمح الدور. دركا راح نشوفوا شيء اخر اللي هو كومو انستالي. الوغ واش راح ندير؟ انا راح نستعمل فيرتواليزيشن في الانستالاسيون، راح نستعمل اصلا فيرتواليزيشن. واش راح ندير؟ راني نستعمل فيرت ماناجر هنايا باش نستعملو ولا نثبتوا التوزيع نتاعنا اللي راح تكون سانت اواس. نقول لهنا يا سانت اواس، انا راح نستعمل سانت اواس ويت اللي ما يهمش هنا. هنا درت غير هنايا، قادر دير 4 جيجا ولا مام 1 جيجا كي تكون انستالاسيون مينيمال. تسمى في لينكس ما راكش تستحق، ما راكش تستحق واحد
لي ريسورس كبار، تما واحد قادر بان جيجا او ام في سي بي يو، ام فيرتوال سي بي يو، يانستالي ويخدم عادي يتعلم. اذا دخلت في راسك انك رايح تدير الشاشات الرسوميات ولا كما نقول انترفاس جرافيك، لهنايا لازم مينيموم 4 جيجا دوره و2 سي بي. احنا ما راحش نديروها، لكن نخليوها في الديسك ثاني. ما عندكش حاجه كبيره، قادر واحد يدير دي جيجا او سي لارجمون سيفيز، دي جيجا او سي لارجمون سيفيز. نزيدو هنا نسميوها لينكس فروم هيرو، وهنا راح نخليها نات باش نقدر نخرج بها الانترنت. ان فوا ماك الو غادي نحكيو على هنا واش في هذا المنيو واش كاين. الو في المنيو هذا كاين سوا انستالي ونقومو بالتثبيت مباشره، ولا نروحو لابارتي ترابل شوت كي يكون عندكم مشاكل. حنايا اذا رحنا لترابل شوت، من مثلا واحد تاني عندك في ترابل شوت وجدك، انا جيت نديماري بالديسك وخرج لي الانستالاسيون، بصح انا مانيش حاب انستالي، راه حاب نبوتي من الديسك تاع لا ماشين. هنايا دخل ترابل شوت وقولي تبوتي هاك، راح تبوتي من الديسك، بوت فروم ديسك. اوكي الوغ بوت فروم ديسك، وعندكم تاني ران ميموري تيست باش تشوف كوتي ميموار عندك اسكو راهو مليح. هنا اذا حبيت تدخل لا ماشين او مود ريسكيو، واش معناتها؟ مثلا لا ماشين تاعك نسيت الموت باس تاع الروت نتاع الادمنستراتور، ولا الموت باس نتاعك صارلك كان بروبليم فايل سيستم، و اذا هذا هنايا ندخلوا فيه في الحالات اللي يتعذر علينا ندخلوا للسيستم. هنا هذه الترناتيف باش واحد يقدر، لكن لازم الواحد شويه بريروكي تدري هذه ماشي واحد. واذا كان عندك بروبليم تاع كارد جرافيك جينيرالمون سورتو عندك ماشين بويسونت جيمينغ مثلا، ما يعرفش لا كارت جرافيك نتاعها، واش دير؟ تروح مود فيجيا بور لانستالاسيون بعد دبر راسك تدير، وراح ينيوري هو هذيك لا كارت ويروح مود بازيك، ومن بعد يكمل لانستالاسيون تاعها. ممكن تاكيد تكمل لانستالاسيون بعد انستالي لي درايفر تاعها، ولا انا راح نديرو لانستالاسيون. دونك ان فوا تبدي لكم لانستالاسيون، الوغ كاين شيء ثاني كي تكونوا تثبتوا في توزيعه. الافونتاج اللي عندكم في لينكس ان في اثناء التثبيت واحد يقدر يشوف لا ماشين واش راه يدير اكزاكتوم، دكور يطلع لي لوغ، يشوف لادريس اي بي تاعها اكتويال، يقدر يدير مامي يتبع لي لوغ دا و سي اون يوتيليزون. واش نستعملو؟ نستعملو كونترول الت و اف 2 اف 3 اف 4 كل وحده واش عندها. هاكو كي ندير هنايا انا غادي نبعث لها هنايا كونترول اف 2 او عندي هنايا انا مازال ما اثبت حتى حاجه، ما انستاليت حتى حاجه. كي نمشي مثلا للثروه نمشي للكات هاملي او هنا ديجا لا تشوفوا لهنايا ستارتد شيل اون تي تي واي 2، شو معناتها؟ معناتها قال لك باللي الانستالاتور ولا اليوتيليزاتور اللي راهي انستالي راح دخل اترافير كنترول اف 2 بعد كنترول اف 3.
هذا تسمى في الكات نشوفوا لي لوج اللي راهم يسطروا، وفي السانك تشوفوا ستوريج. هنايا راح نوليو للسيس الجرافيك، هنا لو شوا تاع هذا اوردينار تاعنا بودكاست سيستم، لازم تشوف واش لازم تانستالي كوم لونغاج. عندنا مشكلة. سيليكسيوني باش نعاود نزيد شادي ايدي ماريلي من لاماش الديسك. Alors, avancer. هنا كي نوصلوا في هذه المرحله اللي هنايا واش لازم كاليتي تاع ليماج فلو، معناتها بروبليم انترنت. كاليتي تاع ليماج فلو معناتها انترنت. الوغ لهنايا انا راح واحد يختار يبدل هنا الكلافي تاعو. الوغ واش راح نديرو؟ الشيء الاخر هنايا سي لونغاج اللي غادي تكون به لافيشاج، هنايا تايم زون احنا بالكا تاعنا سي لالجيري، هنايا بارتيسيون مون دوك نوديلو بشوية، هنا لا كونيكسيون ناكتيفي باش بور افواغ ان كارت ان ادريس اي بي، وهنا واحد يعطي une adresse la machine plutôt un nom la machine تاع صحيح. الدامب هذه حكايه وحده اخرى، هذه شويه افونسي ما تهمناش دركا. كي يكون عندك قدر كافي من الميموار غادي يديها اوتوماتيكمون لهنايا. سيليكسيوني واش راك حاب تخدم، اسكو ستان سيرفر افيك انترفاس جرافيك ولا سيرفر مي افيك لو مينيموم دو
du tools pour démarrer le serveur, workstation pour les PC, ou là, minimum virtual host. Maintenant, on a utilisé comme hyperviseur, utilisé comme une machine. Ce qui nous intéresse, pour l'instant, c'est carrément un serveur with interface graphique. Le nombre de mais la partie la plus dangereuse de l'installation est l'utilisation de disque. Ou surtout, il compte un disque déjà fait système d'exploitation. Maintenant, un disque fait déjà Windows, maintenant. Alors, الناس اللي عندهم ويندوز واش لازم يبريباري قبل لا ماشين تاعو كي بريباري لا ماشين تاعو واش يدير يروح لويندوز او موي يرفد ان بارتيسيون يخويها يخليها فارغه هاد لا بارتيسيون راح نستعملوها ان شاء الله باش نانستاليو لينكس شفنا باللي ان بارتيسيون نتاع 10 جيجا ولا 10 جيجا ça suffit largement. Tu fais comme, soit tu laisses le partitionnement automatique, soit dire custom, d'accord? Soit dire custom. Je veux dire, on a dit ça. Là, est-ce qu'on crypte les données intégrées ou non? Est-ce que les disques intégrés cryptés ou non cryptés? Je veux dire, le disque de quelqu'un qui sort de la machine. ما يقدرش واحد يقراه في نوتر ماش لي دوني هذوك تقراو غير في هذيك لا ماش بليس دوتر اسبي دو سيكوريتي حنا راح نديرو كوستيم بيسك راح نشوفو واش لازم يكون عندك لو مينيموم كو دون الوغ لهنايا كان يكون عندك ديجا سيستم هو اصلا غادي يجيب لك باللي كاين دي بارتيسيون هنا ويجيب لك لا ليست نتاعها تما واحد يدير حسابه ديما كان عنده ويندوز وما خرجولوش هنا ويشوف available space ولا التخزين الفاضي اللي يخدم عليه ما تخدمش على هذا التوتال ثم لو كانت هنا زيرو هنا تحبس وترودي ماري لا ماشين تولي الويندوز تبريباري لا بارتيسيون عاود تعاود من جديد خاطرش هنايا تغلط كل شيء راح الوغ لهنايا كاين عندكم نوعين من البارتيسيون يا تكون تيب ال في ام ولا ستاندر الوغ ال في ام من بعد راح نشوفوه ان شاء الله في لا بارتي بارتيسيون مو فايل سيستم اوكي ستاندر ولا ال في ام دروك نتايا باش بيست براكتيس يقول لك تخدم بال في ام best practice LVM لكن هنا كاين ملاحظة كاين partition وحدة لازم هذيك لا partition تكون standard partition standard partition علاش لاخاطش LVM اصلا سيتا موديول نوايو تسمى باش يعرف هو لي partition واش لازم نوايو يكون طالع وانا اذا درت اصلا لا ماشين ديماري به عمرها ولا غادي تكون لا ديماري تما نبدو بالستوندار هذا الستوندار لهنايا واش نديرو فيها هنايا دير سلاش بوت الوغ كاين حاجه ماهيش تبانش هنا قادر تبان لكم نتوما فلوكا وين يكون عندك يو اف اي داكو ما يكونش عندك بيوس يكون عندك يو اف اي في الكارت مير تاعك هنايا يجيكم اي اف اي بيوس اي اف اي بيوس داكوغ وهذه تكون بارتيسيون ثاني وحدها اي اف اي يكون سلاش بوس سلاش اي اف اي تكون بارتيسيون وحده حنا ما يهمناش هذه دركا يهمنا باللي اوموان البوت يكون دو جينيرالمون اللي يدير البارتيسيونمون هنا واش لازم يدي لازم يدي مينيموم 1024 ميجا بايت مينيموم
1024 ميجابيت، اوكي 1024 ميجابيت معناتها 1 جيجا. هذا واحد بالصح، ديروا حسابكم باللي هذا انسان اللي يسويفي السيستم تاعو، معناته خطره على خطره بيرجي لكرنل اللي قدام، سينو يقعد يتعمر يتعمر بصح. وكانت 2 جيجا، 2 جيجا تضرب عامين ثلاثه ما عادش قاعد تمشي فيها، ما ممكن ما تفرجيش. الوغ نزيدوا لهنايا، وهنا راك تشوفوا هذه سيبو لا بروميير. نروحوا دوكا نزيدوا دوزيام بارتيسيون. الدوزيام بارتيسيون راح تكون سواب. الوغ السواب هنا امال 500 سي با سوفيزون، لا سي سوفيزون، ميم 300 سوفيزون، مي لو برومي ميزاجور اللي ديريه غادي كونسومي لك كلش وتدخلي في مشاكل. تما معناتها هنايا اذا كنت انستالي في سيستم اللي ما راحش دير له ميزاجور، ميم تعطيها 200 ميجا وتمشي لك، 250 تمشي عادي. لكن اذا كانت عندك ماشين اللي راح تكون فيها سيرفر مثلا وراح يدير لها لي ميزاجور وكامل، في هذه الحاله لازم تعطيها المينيموم 1024 ولا 1 جيجا. الو اسكو كاباسيتي نقدروا نبدلوها ابري؟ ام ساره كاسيون في بلاصتها ومليحه بزاف. الو الانكونفينيون اصلا اللي خلى الناس تروح للال في ام سي كو ان بارتيسيون ستاندار، سي با فاسيل باش تكبرها وتصغرها. ماهيش مستحيل، ماهيش مستحيل، لكن قريبه من المستحيل. لازم فريمون فيها ريسك كبير انه لي دوني يروحوا لك. ثم واحد من الابجديات واش يقول لك؟ يقول لك من الاحسن انك نهار اللي تعطيها اون لاطاي تعطيها لها مدروسه باش ما تعاودش تطيح فيها. ال في ام ما عندكش مشكل، ال في ام هذا هو لافونتاج تاعو، ال في ام لا بارتيسيون تاعك تروح تكبر وتصغر فاسيل. الوغ هنايا ديروا حسابكم. الوغ هذه صارت فيما يخص تما، اذا راك حاب اون بارتيسيون اللي تكون فليكسيبل، واحد يقدر يصغرها ينقص فيها يزيد فيها، هنا لازم يخدم ال في ام. لكن سلاش بوت قلنا باللي اوبليغاتوارمون تكون دو تيب ستاندر بارتيشن. وفي هذه الحاله نعطيوها المينيموم 1024. اذا كنت في ان سيستم اللي غادي دير له ميزاجور، نصيحه واحد مينيموم يعطيه 2 جيجا، مي 2 جيجا سي لو ماكس، 2 جيجا سي لو 2 جيجا سي لو ماكس. الوغ لهنا حنا بور نوتركا اش راح نديرو؟ راح نعطيوها 1024 ميجا. دكوغ بليتو هذاك تاع البوت. دوك نوليو للسواب. الوغ سواب وش هو اصلا؟ سواب هو سي لا ميموار ديشونج. شو معناتها؟ معناتها لا ماشين تاعكم هذه في كل سيستم، ماهيش غير على حكر على لينكس، اي سيستم يكون عندكم يجيري لا ميموار تاعو، الذاكره الحيه اللي راهي عنده في لا ماشين. مثلا عنده 4 جيجا، السيستم واش يدير؟ فرضا ان هذه الذاكره الحيه وصلت لحدها، في هذه الحاله اسكو السيستم يحبس؟ اسكو السيستم يتخذ قرار واخد اخر؟ في هذه الحاله اذا كانت عندك سواب، وفي ويندوز يسميوه ميموار فيرتوال نورمال، يسميوه ميموار فيرتوال، لا مانيش غلط. مهم السواب هنايا سي اون ميموار دو سكور، سي اون ميموار دو سكور، سي اون ميموار دو سكور. معناتها انا سواب نقدر نديماري انستالي ان سيستم لما انستالي سواب، راني تاكل على الميموار تاعي ما غاديش نكونسوميها. لكن
هنايا سواب يكون مينيموم نعطيوه 1024 ميجا اوكي نعاودو السواب سيتون ميموار دو سكور السيستام كي يشوف باللي لا ميموار نتاعو راهي قريبه تتساتورا باسكو مام سير انترنت كاين في تيتوريو لا ديفينيسيون يقول لك كي تساتورا لا ميموار معناتها عاد يروح للسواب ما كاش منها هذه يا ان سوي كاين واحد لو سوي اللي كي توصله كي توصله لا ماشين السيستم واش يولي يدير لي بروسيس اللي راهم في الميموار واللي ما راهمش اون كور دو اكزيكيسيون اللي يستحقوا بزاف باش يستناو يهبطهم لا ميموار الزوجه فيرتوال اللي هي ديجا في الفيتاس ناقصه الفيتاس تاع ميموار وفيتاس تاع ديسك ماشي كيف كيف ويعطي لا مان للبروسيسوس وخد اخر يطلع بيسك لي بلي بريفيليجي الوغ هذا لو كا تاع لو سواب نزيدو سواب دروك يلفو فير اتونسيون هنا سواب راهو ستوندار سواب قلنا حنايا غير البوت لي كون ستوندار هذه بس براكتيس هنا نرجعو ال في ان داكور واحد قادر يسمي الفي جي تاعو لو جروب دو فوليوم من بعد نرجعو الفوليوم جروب شا هو نسميوه مباشره ديم الوغ الاسم نتاعو سواب ولا هنايا السواب ما عندوش ان بوين دو مونتاج هذه من بعد نحكيو عليها سي كوا وش هو معناتها بوين دو مونتاج ما كانش في السواب كان غير في لي زوتر الوغ لهنايا سي بون نروح نزيد شيء ثاني اللي هو لا راسي لا راسين انا اللي هنايا رايح نعطيها ويجيكو اوكي ويجيكا ومن بعد نخليوه يانستالي ونرجع لكم نعطيكم وش هو لو شيما دو بارتيسيونمون الكوريكت اللي نديرو في ان سيرفر مثلا وش هو شيما دو بارتيسيونمون اللي نديره في لا ماشين تاعي بيرسونيل هادو راح نشوفهم من بعد دروك غير نرجعوا هذه ال في ام بيان سور الوغ لهنايا اك سي بون سلاش بوت دون من بعد غادي نخليوه انستالي وحنايا نرجعوا نكملوا لو بارتيسيونمون كاش يكون الوغ دير اوكي غادي يقول لك هنايا بلي غادي تفورماطا اي كل صاي الوغ لهنايا هاي كوستوم بارتيسيون سيليكتد كلشي موديفيناه ونبداو الانستالاسيون هنايا كي يكون انستالي هو او ديجا هنا راهي كريف لي بارتيسيون كي يكون انستالي حنا نقدروا ندخلوا لو مود باس نتاع الروت هذا سي اوبليغاتوار وتاني بس براكتيس واحد او موا يكري ان يوتيليزاتور يقدر يعطيه لي دروا دادمينستراتور بسيدو ويقدر ما يعطيش انا نعطيه لي دروا وهنا لازم ديروا دون دو فوا باسكو هنا راه يخرج لكم تحت ميساج يقول لكم باللي باسورد ماهوش حاجه كبيره لازم تبدلاه ولا غير سيت ميساج دافيرتيسمون تحر في لي باسورد تاعك الوغ هنا يخليوه هو يكمل انستالاسيون داكو وحنايا راح نشوفوا حاجه اخرى وراح نشوفو لي بارتيسيون مو كاش يكونوا عندنا الوغ فلو كان تاع ان سيرفر اوكي غادي نبدو بلو كان تاع سيرفر وش هما لي بيست براكتيس في البارتيسيون لازم هذه ما فيهاش جدال هذه وحدها تين ستاندارد بارتيش اوكي هذا قلنا
ثاني نقدر نحكيه هنايا على قادر تكون من 300 ميجا حتى 2048، وش معناتها؟ حتى 2 جيجا. لو هنا صادي بونش عندك غادي يكون عندك سواب، هذا لازم يكون LVM. اوكي، لا طاي دوكا تاع السواب شحال نعطيو السواب لا طاي نتاعو؟ لا طاي كانت كاينه ان ديفينيسيون قديمه تقول باللي السواب ايغال دو فوا لا رام، وهاد الحكايه ماهيش قاعده دركا، ما عندها حتى معنى. دو فوا لا رام ما عندها حتى معنى، لاخاطش كاين اكتويلمون دي سيرفر اللي راه فيه 2 تيرا دو ميموار. تما انت باش تعطيه سواب، سواب خاصه 4 تيرا، تما غير سواب وحده خاصه دوله تاع لي ديسك دور، وهذه ما عندها حتى معنى. الوغ واش معناتها؟ معناتها واحد لازم يكون ريزونابل، دخلت سواب ماشي اوبليغاتوار مو يكون غير واحد، نقدروا يكون عندنا بليزيور سواب. معناتها انا ندير 4 جيجا دو سواب، صح من بعد شفت بلي انا هذيك 4 جيجا ما زادتنيش، نزيد سواب وحده اخر ماهوش مشكل. تما واحد اللي عنده دروك اللي عنده 2 جيجا دو رام وتحت يدير دو بريفيرونس دوبل، يدير 4 جيجا ماكسيموم. اللي عنده من 4 جيجا حتى 8 جيجا يدير 1.5، ولا من 4 ل 8 يقدر يدير مام 8 ما يفوتهاش. ابارتير دو 8 الحكايه تبدل 16 32 ولا بلس، هنايا واحد يقدر يدير 16 جيجا درام بلطو 16 جيجا دو سوا، ومن بعد اون كا او يزيد وحده. مي بلوس دو 16 جيجا ديجا باش ادريسي كاع 16 جيجا وتحسبها اون طون كو ميموار بلا رابيديتي اللي كاينه عندك في الديسك بزاف. كان يكون عندك ان في ام ولا اس اس دي بليز اون موا، بصح الا كان عندك ان ديسك ساتا حكايه اخرى كاع. الوغ هذا لو سواب. الوغ كاين سلاش هوم يجي وحده ويجي دو تيب LVM، وهذا واش يرفد جينيرالمون نديرو فيه لي زوتيليزاتور با فورسيمون كون بار، هذا سي لو شوا بار ديفو، مي قادر واحد يغيرو من بعد، هذه كاسيون دو كونفيغوراسيون. لكن واش لازم ندير فراسك باللي لي زوتيليزاتور لازم يكونوا بارتيسيون وحدهم. دونك لا كان ديسيدي تخليها بار ديفو اللي هي سلاش هوم، الله يسهل عليك. حاب تبدلها لازم هذاك لو نون اللي مديتو جديد لازم يكون بارتيسيون وحده. كاين حاجه واحده اخرى سلاش فار سلاش لوغ، هذا ثاني يكون دو تيب ال في ام، هذا لازم يكون بارتيسيون وحده. علاش؟ بيسك هاد لو ريبرتوار رايحين يلوغيو فيه تو لي بروسيسوس كاع لي بروغرام لي راهم انستالي، لي لوغ نتاعهم يبعثوهم هنا. معناتها إذا كانت هاد سلاش فار سلاش لوغ ماهوش في بارتيسيون وحدها، وجا عندك ان بروسيسوس اللي بدا يلوغي بزاف ويعمر في فيشي لوغ، هذاك لو فيشي بليطو هذاك البروسيسوس قادر يبلوكي لك كاع لا ماشين. علاش؟ خاطرش غادي يبوفي كاع لي سباس تاع الديسك. بصح كي يكون في بارتيسيون وحده هنايا غادي يبوفي لي سباس غير اللي راهو ريزيرفي هنا، معناتها اضعف الايمان. واش راه يصرى عندنا؟ راح لي لوغ ما نزيدوش يتكتبوا، صح السيستم تاعنا يكمل يخدم عادي. وفي هذا لوكا نقدر انترفوني نشوف انا واش هو هذا البروسيس ونحبسو نبيرجي لي لوغ وتولي عندي سلاش فار لوغ كما كانت بكري. هذا بس براكتيس. حاجه واخده اخرى ثاني في الهوم، هوم نديروه وحده خاطرش نابليكيو عليه واحد لوبسيون اللي هي نو اكزاكت. واش معناتها؟ معناتها ان يوتيليزاتور سامبل ما عندوش لو دروا
يدير ان سكريبت ويلونسي. هذه تري دونجوروز كوتي سيكوريتي، ما يقدرش يدير ان سكريبت ويكزيكوتي. تما يدير ان سكريبت ويجيب ولا يجيب ان اكزيكيتاب وكان ما يكونش لون دروا اوتوريزي باغ لو سيستيم ولا العمره اكزيكوت. وهنايا نقصوا من لي ريسك تاع السيكوريتي اللي عندنا. تما وكان ما يكونش بارتيسيون وحده ويكون في لاراسين، ما نقدرش ندير نو اكزيكت على لاراسين. لاراسين فيها كاع لي بينار. شفتوا هذا ان دوزيام اكزومبل على ليوتيليزاسيون. كاين وحده اخر تي ام بي، هذا ثاني لازم يكون بارتيسيون وحده ويكون بارتيسيون ال في ام. وهذا نابليكيو عليه نو اكزاكت ديجا حاجه الاولى اللي نديروها فيه داكوغ. وكاين دوتر بارامتر اللي نحطوهم في سلات تي ام بي لافونسينا ان شاء الله في هذا الكوتي. بالك غادي نتحدثوا عليها علاش سلاش تي ام بي يكون وحده. وثاني هو عنده مشكل نتاع لي سباس، تما وكان يكون دروك هو في لاراسين وما خرجش بارتيسيون وحده وكاين ان بروسيسوس اللي راهو جينيري لي لي فيشي طومبورال بزاف، هنا غادي ياكل لك كاع لي سباس. اون فهمت كونت حتى لاراسين يكملها وانتايا غير علاش ما عندك اوكان بروبليم في السيستم، عندك ان سال بروسيسوس اللي راهو عنده بولي بيزوان تاعو لازم يكري بزاف لي فيشي طومبورال. تما كي بلوكي لي ما نعرفش شكون كان يكتب، ما نعرفش ندياغنوستيكي. تما هنايا لازم يكون دون بارتيسيون وحدها. الوغ هادي دوزيام دي بارتيسيونمون لي ريكوموندي سلاش فار. تالي نديروها جينيرالمون وحدها. واحد يقول لي سلاش فار لوغ وحده وهذا وحده، وي هما فلارشيتكتور سيستم دو فيشي يبانو باللي ريبرتوار واحد، مي لوغ يبوانتي بارتيسيون والفار يبوانتي بارتيسيون وحدخر. ثم دروكا هذا تاني جينيرالمون بان نشوفوا علاش الفار اصلا يخدم به السيستم. وكاين اللي يديروا سلاش او بي تي يديروه وحده بارتيسيون وحده ثاني يكون ال في ان. هذا علاش نديروه وحده؟ لا خاطرش نستحقوه في دي لانستالاسيون تاع لي تاع لي ما استغفرنا لي لوجيسيال ثيرد بارتي داكوغ. باين انستالي ان اوتر بلاتفورم، كاين لي بلاتفورم وين اوتوماتيكمون انستاليو في سلاش او بي تي، وهكذا مام هذيك لا بلاتفورم وكان تبوفي لي سباس تاعها ما غاديش توشي لي في السيستم. الوغ هذا لا بارتي هذه اللي راهي هنا سي بارتي، هذه بارتي اللي هنايا سي بارتي سيرفر. اوكي دروكا نشوفوا ان بارتي وحده اخرى اللي هي بارتي كليون. تما واحد عنده ديسكتوب، تما ان ماشين بيرسونيل. في الماشين بيرسونيل لو راست يبقى كما هو البداية سواب سلاش هوم سلاش فار سلاش لوغ. شاي ورانا نسينا هنا يا حاجة أخرى لاراسين، رانا نسينها هنا يا نورمالمو لاراسين عاود تجي حاجة هنا جديدة. راح نديروها لهنايا مي شفاو عليها لازم تندار حتى في الديسك تاع في الوغ الاولى سي لاراسين بعد سلاش بوت سواب سلاش هوم سلاش فاغ. جينيرالمون نديرو سلاش فاغ كاريم وحده، ما نديروش لوغ وحده، نديرو سلاش فاغ ورحنا الاز بيسك نوتيليزيوها بزاف. با فورسيمون سلاش تي ام بي وحده سلاش او بي تي
مي هادي ستون ريكومونداسيون تاع اون انستالاسيون، ونقدر نكري كاريمون بارتيسيون وحده اخرى نسميها باغ اكزومبل وورك، وندير لها بارتيسيون وحدها. واش معناتها هنايا؟ معناتها باللي لا بارتيسيون هادي فيها غير خدمه نتاعي، ما غاديش تكون مع السيستم. الوغ هادي غروسو مودو لو تيب دو بارتيسيونمون اللي لازم واحد يديره. هنا تاني غير هادي اللي تكون ستوندار، صاي غير هادي اللي تكون ستوندار، لو راست كاع يكون ال في ام. الوغ كاين حاجه في ال في ام يلفو فار اتونسيون، تخدمو اكس اف اس كوم فايل سيستم، اكس اف اس كوم فايل سيستم، لاخاطش اكس اف اس ما يقبلش لا ريدكسيون، يقبل غير الزياده، هاي ما يقبلش لا ريدكسيون، مازال راهو ان ترافاي عليه، فيه ان بروبليم في ريدكسيون. ليسونسيال الواحد لا باغي يدير اون بارتيسيون اللي لازم تهبط تنقص وتزيد، يدير اكس تي 4 ولا يدير حاجه وحده اخرى، ما يديرش اكس اف اس. هوم سي لو ريبرتوار اللي راح يكون فيه لو بيرو نتاعي، يكون فيه تيليشارجومون. صح ورك هذا جديد، هذا تاعي انا، قادر نسميه ورك، قادر نسميه مصطفى، قادر نسميه بويده، فيه غير خدمه نتاعي. كومون فيغ مازال ما شفناش، من بعد نشوفو نو اكزاكت لي بارتيسيون. امين سي بون. اسكو فوز افي دي كاستيون؟ الوغ عمر قالنا شحال ندير في السبايس نتاع الهادي. محمد قلت باللي سيرفر ثاني فيه سلاش، غير نسيت باش نكتبه هنايا برك. صاي سيرفر ثاني فيه سلاش، سلاش اوبليغاتوار، انا بور ما بديهي عليها ما كتبتوش فيه سلاش. لا لا سلاش داف حاجه واحده اخرى، سلاش داف سي لي ديفايس، ما با فورسيمون يكون في ديفايس سي اجوي. لا لا ما راك رحت بعيد امير، لوغ روتيت و بيرجومون تاع لي لوغ و داك حكايه واحده اخرى. الوغ جوج يا علاش ما نديروش الروت وحده؟ باسكو جينا من الروت اصلا ما نخدموش به. طيب جينيرالمون الروت ما نخدموش به اصلا، الوغ ما عندها حتى معنى نديرو له كاع بارتيسيون وحده، الوغ ما عنده حتى معنى نديرو له بارتيسيون وحده. هذا هو لافونتاج. محمد سلاش يكون ال في ام، هذه مديتها لكم رومار، كل شيء يقدر يكون ال في ام سوف سلاش بوت، كل شيء يقدر يكون ال في ام سوف سلاش بوت. اسكو فوز افي دي كاستيون؟ ما فهمتكش طارق. لي بارتيسيون لهنايا بيسكي يكونوا ال في ام ما عندكش بروبليم، تما نعطيها دروك 2 جيجا ونخلي لي سباس، وراني مخلي لي سباس، يوم خد اخر شفت باللي لازم نزيد لها نزيد لها ال في ام، نزيد لها عادي ماهوش مشكل، غير ا كونديسيون يوم خد اخر يكون عندك من تزيد لها. هذا ما كان بيسكي دروكا لو ديسك ما قعدش كيما بكري، جينيرالمون كي تكونوا في لي ماشين تاعكم ما تيكسباتيوش كاع الديسك، توجور خليو فيه بارتي ليبر، لخاطر شي يجي نهار وين غادي تحتاج هذاك لو تحتاج هذاك ليسباس لو سوا دو سيستم دو. الوغ لو شوا دو سيستم دو فيشي اللي توجور اكس 4، لا ماهوش توجور اكس تي 4، هي نورمالمون سي اكس اف اس، و بار ديفو سي اكس اف اس. قلت لكم
لو سيل انكونفينيون تاع اكس اف اس سيكو ما نقدروش نديرو فيه لا ريدكسيون، تادير ان بارتيسيون عطيتها النهار اللي بديت ديسيدي عطيتها دي جيجا، من بعد فقت انا باللي هذه 4 شهور وهي غير 1 جيجا، تسمى بزاف عليها نعطيها غير 2 جيجا، تسمى خصني نقص. اذا كان اكس تي 4 نقدر نديرها، اذا كان اكس تي اكس اف اس ما تقدرش ديرها ديريكت، لازم تسوبريميها ولي دوني تروح دير لهم باك اب، تعاود تكريها من جديد وتفورماتيها وتحط لي دوني من جديد. تما يلفو فار اتونسيون، لا ديفيرونس بين سوان سيرفر خيرو كل واحد فيهم. لا ماشي حنا نخيرو محمد، سيرفر وديسكتوب ديسكتوب، دي ماشين تاعكم سي دي ماشين ديسكتوب، ولي سيرفر جينيرالمون باغ اكزومبل يجي راكاب صاي، يجي دي ماشين فيرتوال دون زان دادا سنتر، نهضروا على سيرفر ما نهضروش على سيرفر في الدار، في الدار ما عندهاش حتى معنى، نهضروا على سيرفر، نهضروا على سيرفر دون زان دادا سنتر، تما ما عندناش لو شوا، ما عندناش لو شوا. بار كونتر باغ اكزومبل انا راني نتريني في الدار وعندي دي سيرفر نجريهم، عطاوني ان لابتوب قالوا لي هذا باش تعلم فيه، ما نروحش ندير فيه ديسكتوب، ندير فيه ديريكتومون سيرفر باش نكون نتعلم به، والريبرتوار بليتو سكلي ان ديستريبيسيون سيرفر ما تلقاش فيها لي زوتي دو برودكسيون كيما باغ اكزومبل اوبن اوفيس ولا ليبر اوفيس، ثلاث مود فيديو لي دي زوتي اللي واحد يستحقهم في دون زان ديسكتوب ما غاديش تلقاهم. نادر ما فهمش لا كاسيون تاعك. ليكزومبل اوجوردي اون ا فيكسي البوت والسواب ولا راسين يلو تو ديس، كيفاش كومون يل فاكري ديس؟ حنا كنا نعطيوه هيك، عطينا ان جيجا للبوت وعطينا سواب 2 جيجا وعطينا وي جيجا وي جيجا لا راسين، حنا خيرنا ماشي هو خير. لا خصك كي دير لا صوم نتاع كاع لي طاي تاع لي بارتيسيون تخرج فين طاي قل من لا طاي ولا قد لا طاي تاع الديسك نتاعك، هذا دير حسابه. صدير انت عندك با اكزومبل ان ديسك، راح نديرو ان اكزومبل سي بون، وراح نخدموا عليه. عندنا هنايا ان سيرفر عطاونا فيه ان ديسك فيه 500 جيجا صاي، الوغ هنايا رايح ندير البارتيسيونمون تاعي، واش رايح ندير؟ رايح ندير سلاش بوت بارتيسيون ستاندار نعطيها 2 جيجا، رايح ندير سواب فرضا عندي 8 جيجا صاي، عندي سلاش براسين نعطيوها مينيموم دو 20 جيجا، سلاش فار سلاش لوغ نعطيه 2 جيجا، سلاش تي ام بي نعطيه 1 جيجا بايت، الوغ لهنايا انا سلاش هوم عطيتو 20 جيجا، وعاود جيت كريت ان ريبرتوار نتاع لونتربريز تاع الخدمه اللي نجيبها نتاعك،
انتربرايز سميتها كاريمو انتربرايز. هذا ندير فيه 300 جيجا. الو غنى بهذا الكالكول كي من هكذا شحال راهو شحال كونسوميت 353 اللي راه يوتيليزي لو ريست اللي ليب لو ريست سي ليب اللي هو 47 جي. هذا من بعد انايا وفي را ميزور نوعد باغ اكزومبل شفت هذا باللي تعمر نزيد له من هذه شفت هذا باللي راه ماشي يتعمر نزيد له ما قدرتش نبيرجي تما اللي فيه هذاك هو نزيد له. علاش قلت لكم لازم تقول عندكم ان اسباس دو سوكور واحد يقدر يجيري به من بعد الخدمه نتاع سي بون. لا لا با فورسيمون سلاش او تي سي يقعد هنايا نورمال ما تكثروش لي بارتيسيون عليكم. سلاش او تي سي سي دي تروك اللي يقعدوا في جي الوغ واحد ما كان لا يكسر راسه بزاف بهم. نزيدو نشوفو الاخرين لي كاسيون اخرين الوغ لي زادريس تاع لي بارتيسيون يجو سيكونسيال اسكو يا ان ريسك دو ديبوردون. ما فهمتش عبد الجليل سي كوا لي زادريس ما كاش ادريس بارتيسيون كيفاش لي زادريس نادير فلوكا تاعنا ما عندناش لو راس حنايا فلوكا السيرفر اللي انستاليناه فيه دي جيجا كونسومينا كاع دي جيجا يوم واحد اخر ما عنديش وين نزيد. اسكو سواب عنده رولاسيون افيك لا رام؟ وي عنده لا رولاسيون افيك لا رام ما عندوش رولاسيون افيك الديسك. الديسك غير ندو منه لا طاي نتاعو مي عنده رولاسيون بلا رام. لكن كانت لا رام كبيره بزاف قلنا جينا نعطيوه 6 جيجا ونبداو نخدمو به اوفيرا ميزيرو كان نحبو نزيدو بصح لا كانت عندك وحده صغيره لازم جينا الموبايزم. لا كانت عندك 1 جيجا درهم دون زي ماشين فيرتيوال اعطيها 2 جيجا دو سوا سي لو دوبل à partir de 4 de préférence nous gardons le même taille que la machine plutôt que taille que la RAM. L'espace pour une partition. Ma femme tu as Abdjelil, qui fait l'espace الله يخليك عاود عبد الجليل حاجي عاود فورميلي لا كاسيون تاعك. كي تجيب ديسك جديد هذيك حاجه واحده اخرى. انا با اكزومبل عندك لابتوب وين عندك الديسك الجديد ديره عندك شو ندير الديسك جديد هذيك كيكون في سيرفر ولا لابتوب عنده ديسك واحد يا تقلع يا تحط ما عندكش كيش تزيد له. الو كاش يزيد لهم هذيك حكايه تاع الحكايه هذه نتاع الفي ام بعد نشوفوها كي نوصلوا لل الفي ام. هذه حنا اناش نخمو على واش يجي من بعد انا نخمو على دروك كاش نديروا لي بارتيسيون كاش ونشو لو شوا تاع لي بارتيسيون وعلاش درنا الفي ام ما درناش ستوندار ووقتاش نديروا اس اف اس وقتاش نديروا اكس تي دو من بعد باش تزيد وتنقص هذيك حكايه وخد اخرى كامل. الوغ سي بون دركا هادي كملنا معاها دركا نروحو نرجعو لا ماشين تاعنا رايحين تشوفوها باللي على تيرميني هاك واش نديرو نرو ديماريوها ولا كيما دروك راك تشوفو بيسك اتاشيتو مانيوال مقبل دروك انا المهم ما نعاودش نانستالي قبل لا نقلعه ندير بوت فروم
ديسك، وهنايا الفا ديماري ابارتير دو لا ماشين، ابارتير دو لا ماشين فيرتويال. رغم لا كاستيون تاع احمد درويبي، يقول لك كان عندي انايا ان ديسك اتش دي دي وجبت ان ديسك اس دي اس اس دي، اسكو نقدر نرفد لي دوني نتاعو من اتش دي دي ونرجعهم اس اس دي؟ تقدر، مي صد هنايا تدخل بمود سكور وتمانيبيلي لي ديسك، تمانيبيلي لي ديسك نتاعك او مود او مود سكور، صدي ما تدخلش لا ماشين، ما تقولش تخدم فيها كوم سي، تدخل بسيستم يشوف لو دي ديسك كوم دي ديسك دير نورمال، نرفدها منا ونحط لهنا، وخاصها ام تي ام تي شونجمون دو كونفيغوراسيون وتمشي لك نورمال. هنايا غير لاغريمون دون اي جو فيناليز لا جو فيناليز لا لانستالاسيون. الوغ هنايا سي بون لا ماشين تاعنا دي اوبيراسيونال، سي لو برومي la première le premier accès moi هنا هذا سيغنوم غادي يقول لكم باللي اوتوماتيكمون هذه سي لا كونفيغوراسيون تاع الانترفاس جيو لوكاليزاسيون، اسكو عندك كونت جوجل ولا نيكست كلاود ولا مايكروسوفت ولا فيسبوك تحطها ديريكتومون في السيستم، ستارتينغ يوزينغ، وهنا سي بون. هذا سكون ابل جنوم 3، واحد يقدر يزيد لهنايا يخدم كوم تخدموا في ويندوز، غير لو تروك يتبدل هنايا لا ماشين تاعك لي اوبيراسيونال، لي زابليكاسيون لي سون اكسيسيبل منا، تقدر هنا تشوف كامل les applications اللي تانستالها ولا اللي فريكامون يوتيليزي. حنا ما انستاليناش حاجة كبيرة، درنا جوست لي تريك بار ديفو، الوغ اللي يستحقوهم دون زان هناك، و نولي لا ماشين تاعي كيما كانت. الوغ هذا سي لانستالاسيون، لو شوا دانستالاسيون. La question fluide DNF fonctionnel. Oui, le DNF est fonctionnel. D'ailleurs, Yum 4 est basé sur DNF. Rien ma habou khallaw Yum. Réellement, Yum 4 est DNF. CentOS par défaut GNOME ou il y a des variantes en cas de. Oui, par défaut GNOME. Mais lors de l'installation, quitte dire le choix de workstation. قادر تروح تقول له ولا سيرفر افيك انترفاس جرافيك تقول له ما نديرش جنوم ندير كاديو ولا اوتر انترفاس جرافيك. الوغ هذا سي لا بارتي انستالاسيون، رايحين نبداو دركا بلا بروميير بلا بروميير فاز لا هنا يدرك نشوفو كومو اكسيدي لا ماشين. الوغ بور اكسيدي لا ماشين داكور، بور اكسيدي لا ماشين عندكم دو تيب دوتيليزاتور، يعني نحكي الشاب لا باسكو اون فابا باغلي على اون فابا باغلي على لو مود جرافيك، باسكو ا مون افي سي با ماشي حاجة اللي يستحق واحد يقريها لك، تخلط وحدك جبدها. الوغ لهنايا كاش ديفيرونسيو ديجا اونتر لي دو زوتيليزاتور، ان يوتيليزاتور ان سوبر يوتيليزاتور يكون عنده دياز، وكاين ان سول يوتيليزاتور روت هو سي لو برومي يوتيليزاتور لي كري السيستم، ومن بعد يجيو لي زوتيليزاتور لي كريتهم كيما هنا عندنا ليكزومبل تاع ستودنت وروت ستودنت، كيما حنا كرينا يوتيليزاتور بويدا ستودنت عنده دولار، هذه كتبان لهنايا واش معناتها؟ معناتها لو نون ديتيليزاتور اروباز
لو نون دو لا ماشين وهذا لو ريبرتوار اللي راك فيه لو تيلد معناتها هاد لو تيلد معناتها راك في الريبرتوار دو ترافاي نتاعك اكطويل وهنا نفس الشيء بالنسبه للروت الوغ هذا سكون ابل اون كونسول الوغ في لينكس يا بليزيور تيب دو كونسول الوغ بليزيور تيب دو كونسول كاين سكون ابل تي تي واي اللي هما لي كونسول فيرتويال داكوغ لي ناكسيدي لهم بالكونترول الت اف 1 كونترول الت اف 2 كونترول الت اف 3 حتى للاف 7 وهنايا فلوكا علاش هما بكري داروهم ديجا باسكو حنا جينيرالمون ان سيرفر ريكومونداسيون ديجا ان سيرفر ما فيش انترفاس جرافيك ديريكت هادي ما نجادلوش فيها وما نتفاهموش فيها ان سيرفر ما فيش انترفاس جرافيك داكوغ فيه غير لو مود تكست الوغ كي يكون عندك مود تكست وتحب تلونسي دو زوبيراسيون مع بعض معناتها راني نخدم و ميم طون راني سويفي في لي لوغ ما نقدرش نديرها في المام شال كون ما نعرفش دي زوتي كي فون سا الوغ واش ندير نطلع لو برومي نخدم به و فا بروند ان اكزومبل هو لو كان اللي كنت نقول لكم عليه بك ان سيرفر نورمالمون يجي هكذا هذا سيرفر هكا الوغ انا دخلت هنا بار اكزومبل تا ديمو وراني نخدم في عفايس لهنايا بصح باغي نطلع لي لوغو ميم طون كيش ندير لهم هذه نخليها لهنا راني فيها ونروح للسانك ولا للكات وندخل بروت ديمو الوغ لهنايا تي تي واي 5 راني بالروت في الكات راني بالروت وفي التروى راني ب وفي التروى راني كان ندير دبليو في اللي يقول راك هنا غادي تشوفوا باللي عندكم الروت راهو في تي تي واي 4 والوتيليزاتور بويدا راهو في تي تي واي 3 وراهو في 2.1 هذا سي كوا هذه ستون سيسيون جرافيك ثم انا كي نشوف هنا نشوف بلي راهم عندي ثلاثه تاع لي زوتيليزاتور مكونكتين لا كونسول وهذه تي تي واي 3 معناتها السيد باش دخل هنا باش نروح لهذا التيرمينال واش لازم ندير نروح ندير كونترول الت اف 3 راني فيه الروت راهو في تي تي واي 4 كونترول الت اف 4 راني في الروت ندير هذه لا فاصون اللي نعرف بها وين راني اكزاكتومو نولي لهنايا ديكونيكتي ثاني من هنا وباش نولي للانترفاس جرافيك نولي بالكونترول الت اف وهنايا راني او مود جرافيك ونقدر ندخل لا ماشين تاعي الوغ احنا من دروك كملنا مع الجرافيك الوغ سي بو هادو لي جرافيك وكاين الكونسول جرافيك لا كونسول جرافيك هذيك اللي حنايا نلونسيوها كي ندخلو في الجرافيك كي ندخلو في الجرافيك عندك تيرمينال لو مو تيرمينال وبه تقدر تخدم الوغ امسو بوزا كاسيون قال لكم انا ستاليت سيرفر بلا جنوم صادير اون مود تاكس ملتي يوزر ومن بعد بانت لي ان بوزوان اوبليغاتوار لازم انستالي الجرافيك الوغ هذه فكرها هذه غادي ريبوندي لك عليها كي نوصلو لانستالاسيون تاع لي سوفتوير راح نشوفو كاش تانستالي لونفيرونمون جرافيك اوكي فكرها اما سو كي نوصلوا لهذاك لو بوين نهضروا عليها ثاني الوغ دوكا نشوفوا بلاين دو كوموند راك لازم تكون تميتريزي لاين دو كوموند لاين دو كوموند تعرف
باغ اكزومبل هنا باش كي نشوف هذه كاش نقراها، نقراها باللي راني داخل بليوتيليزاتور يوزر فلا ماشين ديم ستودنت فلا ماشين ديمو. ما تحسيش هذه ديمو قادر تكون اديستون صح، احنا مهم نقراو هذا لالين ستودنت فلا ماشين ديمو راه في الريبيرتوار دو ترافاي نتاعو، هذا لالين هكا نقراها ولونسا ان كوموند اللي فيها ال اس مو ال. الوغ ديجا لا كوموند عندها ان سانتاكس ولا شيل بازيك عنده ان سانتاكس، لا سانتاكس واش تقول؟ تقول عندك لا كوموند اسباس تريز امبورطون كوموند اسباس اوبسيون او بلوزيار اوبسيون، اوبسيون واحده ولا العديد من لي اوبسيون. من بعد نخليو اسباس فعلا من بعد لي زارغيم صاي كوموند اوبسيون ارغيم. الوغ لا كوموند هي ليكزيكوتاب، لا كوموند هو البروغرام الويما غير نسميوه كوموند. ثم كي نحكيو كاين دي كوموند انتيغري تاع الباتش وكاين دي كوموند اللي هما اصلا سي تان بروغرام. كيما البارح باغ اكزومبل كنا نخدمو اوبن ستاك كي استحقيني واحد لا كوموند باش نشوفو لي ستاتيو تاع اوبن ستاك، انستالينا ان باكيج عطانا ان كوموند اللي هي اوبن ستاك ستاتوس، ولينا لونسيو اوبن ستاك تيري ستاتوس باش نشوفو لو كا الحاله تاع اوبن ستاك درك. الوغ لهنايا لا كوموند من بعد لي زوبسيون من بعد لارغيمو. الوغ ان كوموند قادر يكون عندها اون اوبسيون بليزيور وما كانش، يا ما عندهاش يا وحده ولا بلوس. قادر تكون عندنا ان كوموند لونسيها بلا سون زوكين اوبسيون. ليكزومبل تاع الاس قادر ندير الاس تو كور، بصح كاين دي كوموند اللي بالسيف عليك يكون عندهم ارغيمو مثلا. الوغ درك واش هو الفرق بين اوبسيون ارغيمو؟ ارغيمو هو الشيء اللي نابليكيو عليه لا كوموند، معناتها باش نكوبيو مثلا لازم لنا ريبرتوار ولا فيشي، باش انستاليو لازم لنا الاسم تاع الباكيج، باش نسوبريميو ان فيشي لازم نعطيوه شكون هو الفيشي اللي نسوبريمي. الوغ هذا لارغيمو ولا الشيء المستهدف من طرف الامر ولا لا كوموند. الوغ هنا لا كوموند ابليكيوها على ان ارغيمو. ثاني هنايا كاين لي كوموند اللي ما عندهمش دي ارغيمو، مي كاين لي كوموند اللي اوبليغاتوارمون فيهم ارغيمو. تسمى وكان تنقص ارغيمو وتلونسي لا كوموند ديريكتومون ايرور. دوك واش هو الفرق الاوبسيون واش تغن؟ الاوبسيون نغيروا منها نغيروا بها الكومبورتمون تاع لا كوموند. الاوبسيون نغيروا بها الكومبورتمون تاع لا كوموند حتى الارغيمو يبقى غير هو هو. اذا كانت اوبليجي يكون عندها ارغيمو هذاك لا كوموند بلا بلا اوبسيون تعطي حاجه، نزيد اوبسيون تعطي حاجه واحده اخرى. راح نشوفوا دي زيكزوم نشوفوا دي زيكزومبل ناكسيدي غير لا ماشين نشوف لادريس اي بي تاعها ناكسيدي لها 229. نخليكم هنا باش من بعد نشوفوه. الوغ بارطاجي معكم الشال نجيو لهنايا. هاي ولات هذا واش راه عندنا في لا كوموند. دروك هادي ستون كوموند هكذا عطاتنا حاجه، مي افيك ال اس مو ال عطاتنا حاجه وحده اخرى. Avec LS-LA, عطاتنا plus.
Alors, le courriel, c'est la même commande. C'est des options qui changent le comportement avec l'argument qui est utilisé. نعطي مثال ثاني واحد اخر الوغ هذه سي تان ستين كوموند لي نكريو بها فيشي في كنديرو ارام سي لا كوموند لي سوبريمي الوغ كندير ارام موا اي فاي مشا دوموندالي كونفيرماسيون ما غادي ندير والو كنترول سي نحبسها راح ندوم غادي نلونسيها بلا اوبسيون اسكو دوموندا لي هنا كاش حاجه ما دومونداش وراح الوغ واش معناتها هنايا انا اتيليزيت لوبسيون موا اي باش نبروتيجي روحي لو كومبورتمون تاع هاد لوبسيون شا هو هي اوليو تسوبريمي لا كوموند ديريكتومون راح دوموندي لي l'autorisation. Alors, c'est l'exemple d'une option. Alors, maintenant, qui est-ce que la commande a une option, a deux, a des arguments, a comme Google ta Linux. Google ta shell, ou le Mac. Maintenant, on dit Mac, on trouve RAM. يعطيني المان تاعها يقول لك بلي هذه سيتون اوب كوموند اللي خدمه تاعها تسوبريمي لي فيشي لي ريبيرتوار داكوغ الوغ لهنايا قادر تكون ان فيشي ونجي لهنايا امونات لي لي زوبسيون تاعي نقرا ها هي برومبت بيفور افري Remover. Alors, c'est des exemples. Par exemple, on a un gène supprimé un répertoire. Alors, par exemple, on crée un répertoire. Ou quand j'ai un supprimé R1, on dit RAP 1. Moi, je suis supprimé. Et pour le cas-là, انا سيبوزو ما نعرفش لينكس لازم نسوبريمي دروك واش ندير لازم ندخل بارام للمان ونشوف وين راهي لوبسيون اللي لازم نديرها باش الوغ تقرا اوتوماتيكمون هاي ريموف ديريكتوري ان داير كونتين ريكورسيفلي تما انا اللي نستحقها هادي ولا مواندي remove empty directory تما دروك لا لوبسيون اللي رايح نزيدها ال ديبون دو لارغيمون ديالك لارغيمون تاعي سان ريبرتوار في نوتيليزي الموان دي ديال كان عندي ريبرتوار اللي فيه دي دوني نوتيليزي الموان ار تما واحد يتعلم كاش يقرا في المان المان هو سلاكك في لينكس واحد اللي يعرف كاش يقرا في المان سي بون باغ اكزومبل ميم كي نقرا كي نجي نقرا ما لازمش نقعد نقرا بالباجا ندير سلاش هيا تحت جاب لي هنايا داك وندير ريشيرش رومو ولا ندير ديريكتوري انا راني نحوس على كومو هذا هنايا ندير ان هاي ديريكتوري ولا نعاود نحوس ديريكتوريز بال وهنايا عندك ليدو ها هما جابهم لك ديريكتو قال لك هاد ليلين اللي راه فيهم حاجه اللي عندها علاقه بلي ريبيرتوار تما هادي زوبسيون اللي راك نورمالمون تحوس عليهم هادو هما زوج وهادي ما استحقش واحد يقرا كاع المانيوال بيس كاين دي كوموند لي المانيوال تاعهم سي دي ميلي دو باج الوغ دي سونتين دو باج دي واحد ما يقدرش فريمون يقراهم كامل الوغ هذا لاكسي من رانا مأكسيدين انا مأكسيدين من لا ماشين الما هنا رانا فيزيكمون قدام لا ماشين سوسوا سيرفر ولا ديسكتوب لكن اغلب الاحيان لي سيرفر يكونوا دايرينهم في داتا سنتر
والدخله اصلا هذاك الداتا سنتر الي انترديت، تدير ما منايا نخدم في لاسوسيتي وما عنديش الحق ندخل له، الناس اللي يدخلوا باينين صح. انايا ريسبونسابل على كيلكو سيرفر، الناس واش يعطيوني هنا؟ يعطيوني اناكسي ا ديستونس. واش معناتها اناكسي ا ديستونس؟ معناتها نقدر ناكسيدي لا ماشين ديجا قبل، لازم تعرف لادريس اي بي تاع لا ماشين. لو كا تاعنا لهنايا سي 229، هذا هو لادريس اي بي تاعها. الوغ هنايا بور اكسيدي اون يوتيليزون لو اون ادريس اي بي. راح نشوفوا دروك حاجه واحده اخرى، نفوتوا الدوزيام كانت شاتي سيكون، نشوفوا دي كاستيون. الوغ حسام بي انفو حاجه واحده اخرى، بي انفو سي ان تروك سي اوتر شوز، ما بوغ ان ديبيتون ما راناش نحكيو عليها دروك. عثماني بي انفو فيه لكولار عقل عقل، هذاك زوقوه الاخر ماشي مزوق، هي بصحتك نادر. قال لك بي انفو زوقوه ومان مسكين غير نوار بلو، تسمى بي انفو فيرسيون كولر تاع البي انفو مان تريزي لابوري، وين فيه ان موني كاريمون، تدخل بالمنيو تقعد تنافيغي بالمنيو وفيه ديزانفورماسيون بلوس كو مان. اذا كانت ان كوموند ما عندهاش البي انفو نتاعها ولا انفو اللي كانت بكري يسموها انفو، ما عندهاش بي انفو، السيستم يريديريجيك للمان نتاعها، تسمى في البي انفو طلع لك هي المان. سي بون نادير. الوغ دركا نشوفو هادي سكي كونسيرن ل دوك نزيدو لهنايا نكملو مع لابارتي لا لاكسي اون يوتيليزون لا لين دو كوموند. الوغ هنايا قلنا لاكسي كي يكون ا ديستونس لازم ديجا تعرف لو نو تاع لا ماشين ديستونت، والحاجه الزوجه تعرف لو نو ديتيليزاتور اللي راك حاب تكونيكتا بيه ولا لادريس اي بي. إذا مونسيونيته، إذا مونسيونيته لهنايا صحيح، إذا مونسيونيته لهنا معناتها ماغري انا بستودنت رايح ندخل لا ماشين ريموت، ريموت بلوتيزاتور يوزر ا كونديسيون بشرط انه ريموت فيه لوتيزاتور يوزر، ولا ما كان عندها حتى معنى مش دير يوتيزاتور من راسك. كي ما نحطش ليتيليزاتور رايح يوتيليزي ليتيليزاتور اللي راني داخل به، معناتها لازم في ريموت يكون كاين ستودنت. الوغ هنايا اون فا شيماتيزي، هنايا دوموندي لك مود باس و كونت اي تو، راح نشيماتيزي هاد لو كومبورتومون كاش نخدمو به. داكوغ الوغ هنايا عندي السيرفر، سي بون، وهنا عندي لو كليون صاي للسيرفر، وهنا عندي لو كليون تاعي. الوغ دروك هذا راهو حاب ياكسيدي لهاد لا ماشين، هذا راهو حاب بيجي لهاد لا ماشين هكو، اون يوتيليزون واش اس اس اش. الوغ واش لازم؟ لازم هذا ديجا
يكون عنده ليتريزاتر. هنا واش دار؟ راح يدير هو اساساش من لا كوموند اللي غادي يديرها هنايا سي اساساش يوزر اروباز سيرفر صاي مي ا كونديسيون ك لوتيليزاتور سيرفر ك يوزر كاين هنا سينو ما درنا والو. الوغ هذا راح با يدخل لهنايا السيرفر هنايا دروك غير باش نديفيرونسي نعاود نديروها كاريمو كيما يديرها هو. الوغ راني بستودنت فار اكزامبل داكو اروباز نسميها لوك كليون لا ماشين اللي راني فيها ديجا وراني في الريبيرتوار دو ترافاي نتاعي ولا كولات فونت وهناني بالدولار. هنا واش ندير؟ ندير اس اس اش يوزر اروباز سيرفر ان فوا ندير اونتري ونت اكزيكوتيها واش نولي؟ نولي حاجة واحدة أخرى اللي هي دوك نشوفها هذه هي التالية لخاطش كان دي فوا دي طو هذه نصيب روحي بهاد السيتياسيون فلا ماشين تاعي نصيب روحي بهاد لو نوفو شير صحيح دروك راني بالنوفو شاب. الوغ هادي واش يدوموندي لي هو في البداية؟ يدوموندي لي مود باس. الوغ هنايا كاين طريقتين تدخلوا بها للسيرفر، كاين الطريقة الأولى بالمود باس، والطريقة الزوجة نوتيليزيو فيها لي كلي. الوغ لي كلي واش لازم؟ كليك لي راح نفوتو المود باس ون يوتيليزيو ليك لي. الو قبل لا نديرو هذه تاع ليك لي دوك خلو هذه من بعد نوليو لها صاي غادي نديرو تشار حاجه واخده اخرى دركا الوغ هنا راح نديروها. انا ما غاديش ندير لوتيليزاتور هنا بويسك عندي ديجا لوتيليزاتور بويدا في لا ماشين، ولا نقدر نديره ماشي مشكل، نقدر ندير هكذا ولا ما نديرش سي لا ميم شوز. الوغ لهنايا نتكونيكتاو نسيت ادريس اي بي تاعها ميتين تسعة وعشرين. الوغ هنايا لا بروميير كاستيون اللي راه يقول لي راه يقول لي ار يو شور يو وانت تو كونتينيو كونيكتينغ لويش للهوست هذا. الوغ كانوت بي استبليشد علاش؟ بيسك هاد لا ماشين عندي مانيش نعرفها ديجا هاد لا ماشين اني با كوني عندي. الوغ هاي لا سينياتور نيميريك تاع لا ماشين اسكو راك سور باللي هذه هي لا ماشين اللي راك حاب تاكسيدي لها؟ تما حنا في اس اس اش قبل لا اونتونتيفيو لوتيليزاتور اونتونتيفيو لا ماشين نتحققوا من لا ماشين قبل لا نتحققوا من لوتيليزاتور. الوغ هنايا راني نقول له سي بون وي هي ندير اوكي ونخرج ما بغيتش ندخل صاي تحققت باللي هي صاي هذه دروك دخلت عندي باللي سيتير ماشين دو كونفيونس وكان نعاود ندير هكذا واش دار ديريكت مو جاب لي المود باس. واش معناتها؟ معناتها هاد لا ماشين راهي عندي ديجا وهادي وين تشوفوها؟ تشوفوها في الفيشي
point SSH now host. C'est bon? هذه لا ماشين صاي راهي عندي بل لا كلي بيبليك نتاعها هذه هي تسمى لا ماشين وكان يتغير لا كلي تاعها انا نفيقلها اوتوماتيك واش معناتها معناتها اذا لا ماشين عندها حاله واحده وين تقدر تتبدل فيها لا كلي بيبليك سوا لادمينستراتور de la machine بدل لي كلي مانويلمون سوا لا ماشين اي تي رينستالي هذه في لي كا نورمال تما كاين دو كا سوا لادمينستراتور تاع لا ماشين ديستونت تاع سيرفر بدل لي كلي سوا لا ماشين سوا لا ماشين ديستونت سيرفر ترينستالات لاخاطش هذوك لي كلي جينيراو في الانستالاسيون تسمى درك واحد راه يعرف في الانستالاسيون ماهوش غير لي غير حكايه نتاع اني انستاليت ولي باكيج وكذا كاين داريير دي تروك راهم يندارو منهم انه لا ماشين يتكرياو لها دو كلي وحده بريفي وحده بيبليك لا كلي بريفي تاعها تقعد غير عندها ولا كلي بيبليك تمشي عند الناس اللي حابين يتكونكتوا هاد لا ماشين الوغ اذا انا تحولت لا ماشين وتبدلت لاكلي تاعها اوتوماتيكمون راح نفيق لها الوغ اذا دارها الادمنستراتور هو اوتوماتيكمون يفا ما فيرتير هو غادي يعلمني يقول لي باللي لا ماشين عاودنا لها الفو سوبريمي لاكلي تاعها وعاود كونيكت من جديد مي ايماجين باللي السيرفر راك سور انت تجيريه اصلا انت تجيريه راك في الدار جيت تاكسيدي خرجت لك هاد لا هاد لا نوتيفيكاسيون معناتها لاكلي تبدلت وهنايا هذه مصيبه تسمى كاين سوا سيرفر تاعنا اتاكا سي بون سوا كاين وخد اخر راه يدي تورني لي باكي اللي ماشين لا ماشين نتاعي ريال وداهم عنده وهذه اللي يسميوها في لا سيكوريتي مان ان ذا ميدل هذا جوست ان اكزومبل ثم هذه من الطرق اللي واحد في الاساساج يقدر يديتكتي بها تاني اسكو جو سوي كونكتي راني كونكتي على لا بون ماشين ولا لا لا كان ان كاستيون في لو كاد فيرتواليزاسيون اسكو لا ماشين تبدل بيبليك كلي شوف السيستم يبقى سيستم لا عنده حتى علاقه بفيزيك ولا ماشين فيرتويال بور لوي هو سيستم انستالي ماشين فيرتويال ولا انستالي ماشين فيزيك في نهايه الامر انك انستاليت سيستم ليا في هذا كاين واحد لابارتي يدير فيها جينيراسيون دو كلي ثاني في الزوجه كان جينيراسيون دو كلي تسمى حتى في لا ماشين بيبليك فيرتويال وكان تعاود سوبريميها ولا تعاود ترينستاليها يصرالك الميم بروبليم تسمى يلفو فار اتونسيون على لي كلي ها على بالكم دروكا وقتاش تعرفوا باللي لا كلي تبدلت ولا ما تبدلت بصح وكان نروح انايا للسيرفر بدروك واحد يقول لي سي بون اني فوقت بدي بدلها كيش ندير دروك كان يبدلها هو وتجي يخرج لك ايرور يقول لك باللي عندك ان كلي والسيرفر راه عنده كلي اخرى انت واش دير تروح دو بوين انساساش نون هوست هذه هي لا ماشين تاعي نسيبريميها كان نعاود نحوس عليها ما كانش كان ندير اساساش من جديد يعاود يدوموندي لي فينغر برينت ونقول له يس ديمو وهاني دركا اوليو قبيله تكون سير لا ماشين اعراض دوك صارني سير لا ماشين ديمو واحد ما يخلطش باش يعرف وين راه لا ماشين اللي راهو يخدم عليها الوغ هذه الطريقه الاولى دروك كاين طريقه اخرى هي لي كلي الوغ شاك يوتيليزاتور نوليو للطابلو تاعنا باش يدير لي كلي واش لازم الكليون هنايا جينيري دو كلي ان كلي بريفي
وانكلي بيبليك ساي دوكلي. الوغ لا كلي بيبليك يبعثها اذا كانت لا كلي بيبليك نتاعو جايه هنايا البيبليك نتاعو تنحط هنا في الفيشي .ssh. نعطيكم الشمعة exact خلصاني هنا في user slash home slash user slash .ssh صحي. إذا كانت عندي هذه هنا يا authorized authorized oops okay. إذا كان هذه public راهي داخل في لا ليست هنا تاع لي كلي وكندير SSH منا لهنا ندخل سون مود باس صاي. ثم الطريقه اللي لازم نديرها واش لازم انجينيري لا كلي من بعد نرفد لا كلي بيبليك نتاعي نحطها في السيرفر كي ندير اس اس اش اوتوماتيكمون ندخل بال الوغ نروحوا لهنايا غادي نحبسوا هذه عاود نرجعوا من بعد دونك باش نكملوا نعاود غير ما كنتش ندير ريكورد هنايا نخرجوا هذه لا كوموند درناها باش كوبينا لا كلي بريفينت بوبليك نتاعي منا ديتها للسيرفر كي ديتها للسيرفر كي كونيكتيت كونيكتيت سون مود باس فيريفي دروك في السيرفر. الوغ اذا رحت لبوان اس اس اش اوتوريزد كاي ندخل لهنا ونسيبريميها نعاود نرجع لا ماشين تاعي من جديد نخرج ونعاود نجي ندخل يدوموند لو مود باس. الو سون مود باس ما تقدرش تخدم بيسك لا كلي بيبليك اللي كانت عند كي كملت الخدمه لي جون اللي حاكمين السيرفر نحاو لا كلي بيبليك نتاعك في هذا لوكا عمرك لا قدرت تاكسي. تسمى دوك نديرو ان تي ريكاب الوغ جينيراسيون تاع لا كلي اس اس اش كايجا من بعد واش لازم دير لازم تكوبي لا كلي بيبليك نتاعك من الديمو الريموت اس اس اش كوبي اي دي ولا كاين طريقه واحد اخرى اللي واحد يقدر يكوبي بها هذه هاد لا كلي سي ترفدها ديريكتومون في فلاش ديسك ولا تبعثها بايميل وهو يحطها ديريكتومون وهنا ما تسحقش مام با المود باس نتاعو باش تاكسيدي. الوغ هادي سي لابارتي اس اس اش. اسكو فو زافي دي كاستيون على اس اس اش؟ اسكو فو زافي دي كاستيون على اس اس اش؟ نعاودو نرجعو غير هذا سي لو شيما تاع اس اس اش نتاعنا كومو لو جيري باش نروحو من هادي نقدرو دوك هذا نزيدو له غير هنايا تاني اس اس اش كيجان تسمى اون طونكو ستودنت ندير اس اس اش ك
J'aime pour générer la clé. M'bel ou chandir en tant qu'utilisateur toujours. M'en sais où je voulais ranif la machine client. Et bien je m'en agaltoche. SSH. Copy. ID. Vers. User. Server. Kim da accedin bir dur kamora ha direktomu client şifre SSH sur la machine distant otomatikman yukhrijli hadile d'accord hadiye li ghadi tkhrij amamo lehna Est-ce que vous avez des questions? C'est bon pour tout le monde? Alors la question est Idrka. Est-ce que Hadi n'a pas de dire Oui, Ali. Le password. Où est mon password que tu as parlé? اللي درتو هنايا في SSH copy ID هذا المود باس تاع يوزر في هاد لا ماشين المود باس تاع يوزر في هاد لا ماشين خاطش كي درنا SSH كايجان ثاني دوموند لنا مود باس ولا انفراز دو باس هذيك حاجة واخد اخرى هذيك بور بروتيجي لا كلي بصح دروك باش نبعث لا كلي بيبليك نتاعي هذي نبعتها نحطها في authorized key قلت لكم سواء تدو يوزر يوزر او في الريموت او في السيرفر سواء هاد الكونتوني تاع بيبليك نحطه ديريكتومون في authorized key سواء الخدمه نديرها ب SSH copy ID وهذه اخر مره راح نيتيليزي فيها لو مود باس الو كيفاش ناكتيفيو اس اس اش في السيرفر الو حاجه لازم تتاكدوا من هذه من بعد نوليو لها هنا راني في السيرفر اون طونكو سوبر يوتيليزاتور لازم تاكد باللي لو دايموند اس 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 دي راهو طالع صحيح عندي هاك انا هاويلي اكتيف بعد نشوفو نوصلو انا غادي نوصلو ان شاء الله وين نحطو نقرو لا صورتي هذه كاش تقراوها الوغ كيفاش ناكتيفي سي بون نهضر على اكسي سون كلي افيك باسورد هذا كاع لي سيرفر اوتوماتيك موجي فيهم اس اس اش ديروها في بالكم هذا سي لو سيرفر اس اس اش هاو هنا اوبن سيرفر اس اس اش وكان هذا نهبطه دروك امبوسيبل واحد ياكسيدي عنده اكسو عنده لا كلي وعنده مود باس بلا ما عندهاش ما يقدرش ياكسيدي C'est bon, allez. Côté serveur, comment créer le fichier des clés des clients? Juste la commande. Alors, ma canche création de serveur. Serveur, ma canche gars création. Nous allons dire au schéma interne. Nous allons dire au schéma interne. Alors, nous allons dire au schéma interne. Un des clients. وعندي سيرفر هذا الكليون راني داخل فيه بستودنت وراني حاب نروح للسيرفر وعندي يوتيزاتر يوزر ما عندي ستودنت هنا لازم ندير اس اس اش يوزر اروبا سيرفر في هذه الحاله في هذا اللي طال اللي راني فيها في البدايه يعطي يدوموندي لي المود باس طيب يدوموندي لي المود باس الوغ
الحالة الزاوجة، الحالة الزاوجة واش رايحين نديرو؟ رايحين نوتيليزيو لي كلي، باش نوتيليزيو لي كلي الحاضرة الكبيرة في الكليون، لازم ديجا يكون عنده كلي بيبليك، وهو كي يجي جينيري لي كلي تاعو يجينيريهم باساس كاي جان، صاي يجينيريهم بهذه هنا. الوغ هنا تجينيري له دو فايل، هذوك لي دو فايل اللي راهم عنده لو بريفي خصه يشدها عنده، والبيبليك خصه ينسيريها عند لوتيليزاتور يوزر في البوان اس اس اش اوتوريزيت كاي تاعو، يحط لو كونتوني تاع بيبليك. هاد لوبيراسيون انت نورمالمون تعطي لا كلي بيبليك نتاعك الادمين تاع السيرفر هو يديرها، ولا هو بلاك راك بعيد ما يقدرش هاد لا فاسون كاجيني، واش يقول لك؟ يقول لك غادي نعطي لك المود باس تاعو بور لا بروميير فوا الى دانيير، دير اس اس اش كوبي اي دي تبعثها و سي بون. كي دير اوكي يدخل لهنايا ومن بعد يديزاكتيفي كاع لاكسي بالباسورد، تولي لا كلي بيبليك هذه تاعك راهي هنا داخل في السيرفر اس اس اش يوزر اروبا سيرفر، تدخل سون مود باس. سي بون بالقاده نادير هذاك مود باس تاع يوزر في الرومون جو بونس، مانيش عارف بالي راك تريبوندي لها. كي تكوبي لازم دير، كي تكوبي لازم دير فيشي اوتوريزد يو اس بي. لا لا ترفد الفيشي بيبليك نتاعك هنايا لو ار اس اي دي بوان بيب، تعطيه الادمين سيستم هنايا هو يحط له كونتوني هنايا الداخل، تسمى يزيده هنا الداخل. هذا لو فيشي خاص بالسيرفر خاطش فيه لي كلي تاع ناس وخد اخرين، تقدرش تمده لواحد. في المينيمال انستالاسيون اسكو يطلع لو سيرفر اس اس اش ولا لازم حنا نزيدوه؟ اي انستالا بار ديفو في سنت او اس وريد هات سي اوبليغاتوار. اوبنتو بكري ما كانوش يديروا، كانت انستالي سي با دروك. اسكو راهو لا ميم شوز ولا عاودوه؟ ما فهمش طارق. فورت كلي اس اس اش هادي يعني يوزر يخدم في اسباس اوتوريزي تاعو سون كومبليكاس، ما فهمتكش طارق. كاين في اوبنتو او راهو احمد كونفيرم لكم بلي كاين في عماد. كيفاش نبعتوه ما كاش كونيكسيون بيناتهم؟ لا ما كاش كونيكسيون بيناتهم، ما تسحقش كاع لاكلي. وعلاش هذا الاساس اش اصلا قبل كاع لا تخمم دير اساس اش وكلي وكذا، لازم لي دو يكونوا اكسيسيبل في الريزو، سينو ما عندها حتى معنى. هذه سي اوبليغاتوار. لا لا ما نكوبيوش بالاس سي بي، ما كاش كاع اس سي بي هنا. اش كوبي اس سي بي عماد؟ مانيش فاهم لا كاسيون تاعك. انت باش تكوبي لا كلي بوبليك نتاعك تحطها في السيرفر عندك دو ميثود، يا ترفدها مانيوالمون وتحطها عند السيرفر وهما يدبروا يصيروا يحطوها، ولا تبعثها انت بلا كوموند اس اس اش كوبي اي دي. ما كاش اس سي بي هنا. ما عندها حتى معنى. اكرم، اكرم قال لكم باللي عندي ها هو السيناريو تاع اكرم، عندك يوزر وعندك يوزر
صحيح. وانا خدمت هذه صحيح، خدمت هذه اسكو كندير يوزر ان اروبا سيرفر ندخل، ما تدخلش امبوسيبل تدخل، ما خاطرش لاكلي راهي تنحط في لي سباس دو ترافاي تاع ليوتيليزاتور. تسمى باش تدخل يوزر ان لازم في الهوم يوزر ان بوان اس اس اش اوتوريزيت كاين، تكون كاينه بيبليك. تسمى لكان انت السيرفر فيه خمسه تاع لي ليوتيليزاتور وحاب تدخل لهم بخمسه، لازم تكوبيها عندهم بخمسه. شاك يوتيليزاتور عنده البوان اس اس اش نتاعو، لونفيرونمون اس اس اش سي بار يوتيليزاتور، حتى الروتو عنده اس اس اش نتاعو. تسمى انا وكان نحب نبدل هنا ونحب ندخل عند روت في هاد لا ماشين، لازم نتبع كاع لي زيتاب ونبدل كلمة يوزر بروت، نولي ندخل باليوتيليزاتور ستودنت في لا ماشين الزوجة اون طونك روت. وي في بوتي عبد الحق، في بوتي كاين لا بوسيبيليتي باش تدخل لاكلي، بوتي كاين لا بوسيبيليتي باش تدخل لاكلي، بوتي انت تدخل لاكلي بريفي تاعك وتبعث في ويندوز جينيري دوكلي لاكلي بريفي تدخلها في بوتي، ولاكلي بيبليك تبعثها للسيرفر لينكس تاعك. Pas de questions? Alors, nzidou lyoum ou nhabsou? لا لا ماشي مشكلة، أنا عليكم انتوما ماشي مشكل. ألوغ بيسك سي بون نروحو دركا لا ماشين و بيان لا بريزونطاسيون. Alors la présentation, maintenant un autre point. Comme on a dit, on va voir la navigation dans un système de fichiers. Navigation dans un système de fichiers. Alors, fait un système de fichiers, déjà, il y a un système de fichiers. Les gens qui ont dit qu'on a OpenStack, on a dit لي تيب اللي كاينين في ستوريج، بارمي لي تيب اللي كاينين فايل سيستم، لو تيب فايل سيستم. الوغ تو لي كاع كامل لي ديستريبيسيون لينكس جينيرالمون عندهم ستركتور وحده، و ستركتور ايرارشيك، ايرارشي فايل سيستم جينيرالمون. هادي لابيلاسيون اوتيليزي لهنايا ولا المصطلحات اللي نستعملوهم في هذا الشكل. الوغ كامل الفايل سيستم يبدي بالسلاش اللي هو لا راسين داكور، غير فما تغلطوش، كاين اللي يقول كاين اللي يعيطوا له ثاني الروت، الروت سي راسين اون انجلي، الروت سي راسين سي لا ميم شوز، مي ما تخلطوش الروت لا راسين مع لو ريبرتوار روت اللي هو لو ريبرتوار تاع سوبر يوتيليزاتور داكور، سي لو ريبرتوار تاع سوبر يوتيليزاتور. الوغ راح نبديو نشوفو واش هو لو كونتوني تاع شاك ريبرتوار. الوغ نبداو بالسلاش بوت، سلاش بوت هو لو ريبرتوار اللي فيه لي فيشي دو ديماغاج. واش معناتها؟ معناتها فيها الكارنل صحيح والانيترا مافاس
بيهم يطلع تصدر فيها النوايو، وفيها دوتر فيشي اللي فيهم لي درايفر باش يطلع السيستم. اون فوا يطلع السيستم هذا لو ريبرتوار يولي اونيتي، معناته واحد يروح يسوبريمي لي كونتينو تاعو ما عنده حتى مشكل. المشكل راح يصيبه كان لا ماشين تعاود ترو ديماري، تما تحبس لا ماشين ما يعرفش باش يديماريها. الوغ الشيء الثاني اللي نحكيو عليه سلاش داف، هنايا تصيبو لي ديفايس لا لي بيريفيريك. الوغ هنايا من خصائص تاع لينكس انه كامل لي كومبوزون لي في ماشين يشوفهم فايل مباشره، يشوفهم في شيء. ما انا عندي الماوس في شيء، الكلافي في شيء، الايكرون في شيء، وهادو كامل ال باي اكزومبل كونسول فيرتوال نيميرو 4 في شيء. دونك هادو سي دي انفورماسيون لي يسون جيري في سلاش داف، تما كيت بلوغا نيمبورت كال بيريفيريك في لا ماشين اوتوماتيكمون يكري لو سيستم ان اونتري في سلاش داف. من بعد يجينا سلاش او تي سي. سلاش او تي سي هو لو ريبرتوار لي فيه لي فيشي دو كونفيغوراسيون بار ديفو. يفو فار اتونسيون دي فوا في التوتوريال سور انترنت يقول لك فيه كامل لي فيشي دو كونفيغوراسيون، هادي با فورسيمون خاطش كاين دي بروغرام كي تانستاليهم لي لو كونفيغوراسيون تاعهم ما راحش تكون غير في الاو تي سي، قادر ما يكون فيها حتى فيشي دو كونفيغوراسيون في الاو تي سي. انت راحين نحكيو على لي فيشي دو كونفيغوراسيون تاع السيستم بار ديفو راهم مخزنين في هذا الملف. الهوم واش معناته هما سي le répertoire de travail تاع les utilisateurs. C'est le répertoire de travail تاع les utilisateurs. يكونوا فيه les utilisateurs اللي تكريهم بار ديفو. هذو نحكيو بار ديفو. كاين pour mesure de sécurité الناس يبدلوا هذا لو شومان يرجعوا حاجه اخرى. الروت سي تان يوتيليزاتور تاني كيفاه كيف لي زوتر يوتيليزاتور، مي سي تان يوتيليزاتور ان بو سبيسيال و كريتيك. الوغ السيستم يدير له لو ريبرتوار وحده. الوغ الروت سي لو ريبرتوار تاع سوبر يوتيليزاتور. الران هنايا سي هذا ابارتير دي فيرسيون 7 و 8 دخلوه جديد باش نطوا سور هذا. هو لو un répertoire dynamique ou index, c'est-à-dire tous exécution dynamique ou les données dynamiques de une application y en hattou lehnaya. Une fois que tu démarres la machine, le contenu taou ira. C'est l'équivalent de TMP mais pas à 100% comme TMP, d'accord. Ou chose autre tani c'est que hada TMP قادر ترو ديماري لا ماشين والفيشي ما يروحش بس كاين لو طون باش يبيرجي السيستم لي فيشي تيام. ران ما عندوش هادي، ران كي ترو ديماري يروح قال كونتوني تاعو. ندير سي ان كونتوني ديناميك، سي با ان فيش دي فيشي تمبورار، سي ان فيشي ديناميك او فيرا ميزور يتبدل. واش نلقاو فيه تاني؟ نلقاو فيه باغ اكزومبل كي تحطو فلاش ديسك، كي تبلوكي فلاش ديسك اوتوماتيكمون يتمونتا في سلاش ران. TMP فيه دي فيشي تمبورار، صحيح دي فيشي تمبورار تاع لي زابليكاسيون ولا تاع السيستم. دي فيشي تمبورار كاين هنا وكاين في اليوزر تي ام بي وكاين في الفار تي ام بي. الفار تي ام بي اليوزر تي ام بي ولاو غير واحد نحاوهم، راهم غير واحد يبوانتي عند واحد، دير ما كانش لي دو فيزيكمون، كاين غير واحد ويبوانتي غير باش يغارديو لا كومباتيبيليتي. الناس لي بروغرام دي تروك تاع بكري ما يتخلطوش، كي باغ اكزومبل يحوس على يوزر تي ام بي وما يصيبهاش الوغ اللي توجور لا مي بوينتي لهنا. شو الفرق بين تي ام بي تاع الفار و تي ام بي تو كور؟ هو جينيرالمون في لا ديوري تاع البيرش وقتاش يتنيطوايا هذاك لو تي ام بي. الوغ هادي حكايه اخرى كامل ما تهمناش بوغ لانستون في هذا النيفو. وكان عندنا زوج وخد اخرين اللي هما بين والاس بين. البين فيه دي فيشي بينار ولا لي زابليكاتيف، والاس بين فيه دي فيشي
ولا لي زيكزيكيطابل دو تيب سيستم ولا سيستم بيناري واللي يستحقوا لا بلي بار دو تون ان بريفيليج سوبر يوتيليزاتور. عندكم اس بين بكري كان كاين اس بين واليوزر اس بين دركا راهم واحد، بكري كان كاين بين واليوزر بين دركا ثاني راهم غير واحد. تدير غير باش يغارديو لا كومباتيبيليتي اونتر لي دو. الوغ هادو غروسو مودو واش كاين في الفار. نلقو تاني جينامو من غير سلاش تي ام بي نلقاو سلاش فار سلاش لوغ داكوغ، سي ان ريبرتوار اللي نصيبو فيه جينيرالمون تاني لي لوغ نتاع السيستم. الوغ ان ادمين سيستم ولا ان ديفلوبر لازم يعرف هاد لي راشي، سينو يوم واحد اخر كي يكون يخدم ويصرالو ان بروبليم ما يعرفش ميم با واش يدير. الوغ فلالين دو كوموند، فلالين دو كوموند، فلالين دو كوموند واش نديرو بلا سوري؟ نقدروا نديرو هنايا، نقدروا نكوبي ونقدروا نديبلاسي ونمحي ونكري سواء تيب فايل ولا تيب ديريكتوري. الوغ كان غير حاجه هنايا الموان ار هنايا بور لا كوبي، كي نديرو سي بي في الفيشي نديروها سون ارغيم، بصح في الريبرتوار تكون بالموان ار و سي اوبليغاتوار هنايا ماهيش اوبسيون فاكولتاتيف، سي اون اوبسيون اوبليغاتوار باش لو كونتوني ولا هذا الريبرتوار نديبلاسيوه فيغ لو دوزيام ريبرتوار. هادو جينيرالمون دي كوموند اللي نتلاقاوهم طول الوقت في الخدمه تاعنا. كي تكونوا تخدموا في لاين دو كوموند واحد لازم او موان يميتريزي لاكسي ليهم داكور، واحد لازم يميتريزي او موان باغ اكزومبل باش لي فيشي لي كوموند لي بلي اوتيليزي اللي لازم واحد ما مستحيل ان ادمين سيستم ما يعرفهمش. بي دبليو دي لوندروا وين راك دركا ديجا، سي دي بور ديبلاسي ولا تشونجي ديريكتوري، سي بي بور كوبي دي فيشي، موان ار بور كوبي دي ريبرتوار. جينيرالمون نزيدوها موان ار نزيدو لها البي باغ اكزومبل باش نغارديو لي بيرميسيون، تادير كيما كان لي بيرميسيون في السورس يروحو معاه الديستيناسيون، ولا نديرو موان ا وثاني اللي فيها تو لي زوبسيون بوسيبل. الوغ هادي الي فالاب بور لي بور لي الي فالاب بور لي فيشي ولا ثاني بور لي ريبيرتوار. الار ام سي بور سوبريمي داكور. الوغ كاين رمارك سي كو الار ام نتاع الروت والار ام نتاع اليوتيليزاتور سامبل في ليكريتور سي لا ميم. كان نشوفو ان فيشي هكذا وندير له ار ام تو كور في سوبريمي سون زوكان بروبليم، بصح وكان ندخلو ان طون كو روت ونعاودو ميم زيتاب هنا يدوموندينا اوتوريزاسيون. يقول لك اسكو فو زاد سور ولا كونفيرمي باللي لازم تسوبريمي عاد تسوبريمي. الوغ هنا واش هو الفرق بين هاد الارام وهاد الارام؟ الارام هادي سي تان الياس نتاع لا فري ارام صاي، هادي سي با لا كوموند ارام، هادي سي تان الياس يسميوه ارام باش بروتيجاو تما بار ديفو لا كوموند ارام ما فيهاش تسقسي. تما هنا زادو هي تطلب منك الكونفيرماسيون اسكو نسوبريمي ولا ما نسوبريمي. كي نعاودو نولو لوتيليزاتور سامبل ونشوفو لا كوموند ارام يقول لك يساجي دو لا كوموند ارام اللي جايه في سلاش يوزر بين، تشوفو بيناري تاعها وين جاي في سلاش بين سلاش ارام. الو هادي سي بوغ
ارام الرومارك على ارام. كاين ثاني رومارك اخرى على ام في. ام في نوتيليزيوها هنايا بور دو تروك، سوا باش نديبلاسيو سوا باش الرنومي. تدري كي يكون عندنا هنايا توش فايل وندير ام في، شوفوا هي فايل، ندير ام في فايل فايل ان اللي توجور هنا وترنوما اسمه وصاي صاي صح. وكان ندير ام في فايل ان ذا ريبرتوار ان، الحكايه تتبدل بيسك هنا ستان دي بلاس دي بلاسات من الفيشي دي بلاسينا فير ريبرتوار. هاد لي كوموند من بعد يولوا لكم بديهيات، تدير واحد يديرهم سون فير اتونسيون، لازم يديرهم بيسك لافونتاج سي كو لهنايا رانا كنديروا هكذا نشوفوا واش درنا كاع من قبل، تما باللي سوبريميت هادي عاود كرييتها عاود موفيتها عاود صح. هادو كنديروهم اون يوتيليزون انترفاس جرافيك، ما عندك اوكان هيستوريك وديكو راك حاصل، يكون عندك اوكان هيستوريك وديكو راك حاصل. الوغ هادو ابوبري لوتيليزاسيون تاع لي تاع لي كوموند. اسكو فو زافي دي كاستيون على هاد لي كوموند دوكا؟ اذا ما عندكمش اون كاستيون نديرو اون بتيت بوز نصلي ونرجع لكم. نكملنا دركا من لا جيستيون تاع لي فيشي اوتوماتيك، مع شي حاجه صعيبه نروحو لا جيستيون دي زوتيليزاتور. الوغ لا جيستيون دي زوتيليزاتور ديجا قبل نحكيو على كومون جيري لي زوتيليزاتور، واحد لازم يفهم اصلا علاش داروا لا نونسيون دو زوتيليزاتور، علاش جابوا حطوا زوتيليزاتور ما خلاوهاش هكا ولا يكريو واحد بار ديفو. كاع النظام تاع التشغيل كيما راهو مبني على لي بروسيس، مبني على بروسيس، ولازم هذوك لي بروسيس نظموهم. باش نظموهم جات لا نونسيون نتاع اوتيليزاتور، تما يروح عندنا شاك بروسيس راهو متعلق بيوزر، تما باش من بعد ما نقولش نحصلوا باللي هذا لونسا هذه يقول انا ما نونسيتهاش لونسا دوزيام. حنا كي ندخلوا في السيستم لو بروسيس ا لونسا لوتيليزاتور ا، بروسيس بي لونسا لوتيليزاتور بي. نفس الشيء في لي فيشي، هاد الفيشي نتاع لوتيليزاتور ا، هاد الفيشي تاع لوتيليزاتور بي، وهانسي دو سويت. تما لوتيليزاتور سي لو بيلي نتاع نظام التشغيل كاع بصفة عامة، تما لازم شاك لوتيليزاتور كي نكريوه راه عندنا هدف منه من لا كرياسيون. تما ديجا كي يكون يخدم هذاك لوتيليزاتور عنده لي سباس نتاعو، عنده لي بروسيس نتاعو، لي فيشي نتاعو، لي ريبيرتوار نتاعو، و شاك اوتيليزاتور السيستم يميزو بان اي دي. لو نون تاع الاوتيليزاتور راه موجه لينا حنا ك دي زاتر هيما، حنا نفهمو بالكتبه ما نشفاوش على النيميرويات، نشفاو على الكتبه. ثم الاسم تاع الاوتيليزاتور موجه لينا حنا كمستعملين، والاي دي ليدونتيفيكاتور موجه للسيستم، وكل اوتيليزاتور عنده ان اي دي سبيسيال. الواحد كي يكون في الكونت نتاعو اون طون كو اوتيليزاتور ستودنت باغ اكزومبل، هنا جو لونس اي دي نعرف الاي دي تاعي وش هما لي جروب اللي راني مشارك فيهم في هذا السيستم وانسي دو سويت. هذا ليوتيليتي نتاع ان اوتيليزاتور. الوغ ان اوتيليزاتور باغ ديفو سيستم فيه دو تيب نتاع اوتيليزاتور، كاين نوعين من مستعملين، كاين مستعمل ببريفيليج وكاين مستعمل بلا بريفيليج، ان بريفيليج يوزر و بريفيليج يوزر. الوغ ان بريفيليج يوزر هما لي زوتيليزاتور نورمال، لي زوتيليزاتور نورمال. ان بريفيليج يوزر بريفيليج يوزر سي الروت،
Alors, في هذه الحالة واحد يقول أنا en tant qu'utilisateur عادي est-ce qu'il est possible باش نولي سوبر utilisateur ولا نتسلف لي دروا تاع utilisateur ولا نغير ماي كونت تاعي ونولي سوبر utilisateur. هادو عندكم زوج نتاع لي كوموند، واحدة تتطلب المود باس نتاع الروت وواحدة بلا مود باس. الوغ لافونتاج سي كو الزوجة الأولى تقريب الناس ما تخدم بها دروك بيسك فيها دونجي بزاف، تما لازم تعطيه المود باس تاع الروت تعطيه للناس. وهذه لو اس او، الاس او لا كوموند اس او هذه ديجا ستون ابريفياسيون دو سويتش يوزر. داكوغ، كاين بزاف اللي غلطوا فيها عند بالهم سي سوبر اوتيليزاتور بيسك الناس لا بليبار دي طون تستعملها باش تروح روت. هي اس او لا كوموند اس او سويتش يوزر كي ما نسبيسيفيوش لوتيليزاتور ونديرو غير موان، هنايا معناتها راني سويتشي للروت. وكان نحط لوتيليزاتور معناتها راني سويتشي ان اوتر اوتيليزاتور. وبهذا بهذا المعنى نعرفوا باللي اس او اللي يوتيليزي بور افوار ان بريفيليج ولا بور باسكولي فير ان اوتر يوتيليزاتور، ماشي بالضروره اس او معناتها نروح روت. بصح لا كونديسيون هنا سي كو لازم نول يكون عندي المود باس تاع الروت، سينو ما نقدرش ندي لو بريفيليج هذا. الدوزيام سي كو ما نعطيش المود باس نتاع الروت، لكن نعطيه لا بوسيبيليتي باش ليكزيكوتي كاع لي فونكسيوناليتي ولا كاع لي بريفيليج روت اون يوتيليزون سودو. معناتها كيما يوزر مود في هاد ليكزومبل هنا، يوزر مود هي لا كوموند اللي تخليني نشونجي لي بارامتر نتاع اليوتيليزاتور. داكوغ، بصح هنايا كيما ندير السيدو ان يوتيليزاتور سامبل ما عندهاش لو دروا يوتيليزيها، ما يقول لك ما عندكش بريفيدر، تسمى واش لازم تدير سيدو. الوغ سيدو عندو ان فيشي دو كونفيغوراسيون، هذاك لو فيشي دو كونفيغوراسيون جاي في سلاش او تي سي يوزر سيدو داكوغ، وشاك لين وعندها معنى في هذاك لو فيشي، شاك لين عندها معنى. راح نشوفوا لو فيشي هذا مع بعض. هذا راني في لاماشين، هذه سيتون كوموند يوزر اد بار اكزومبل ان يوتيليزاتور، بان كري ان يوتيليزاتور نكريوها بيوزر اد وندير بار اكزومبل تيست. واش يقول لك؟ بيرميسيون دناي، تما نتايا نورمالمون ما عندكش لو دروا utiliser هذه. alors باش نوتيليزيها سوا ندير اس او وندخل وهنا ندخل المود باس تاع الروت ولا ندير سيدو. سيدو ما يكونش عندي لو دروا فيها صوف اذا كان اسمي. هذه الخطش هذه غادي ندخل بالروت باش نشوفوها. اذا ما كانش اسمي في لا ليست معناتها ما نقدرش ناكسيدي، صاي ما نقدرش ناكسيدي. بصح كاينه حاجه واحده اخرى، قلنا اي دي هي اللي تعطينا الاي دي تاع اليوتيليزاتور. اي دي بنشوفوا الاي دي تاع اليوتيليزاتور بويده، عنده الاي دي مين والجروب تاعو مين. بصح الى بارتيان للجروب مين والجروب وين، هذه الجروب ستان جروب سبيسيال. تما كان نجي لهنا هذه اللي درتها قبيلات جراب وندير ويل نشوف على اسكو هذا ويل كاين في سيدوار.
كي شفنا دركا لهنايا صبنا باللي هذا كاين لهنايا هاد البورسونتاج معناتها هاد لي دروا اللي راهم هنا يتابليكاو على ويل على الجروب ويل معناتها كاع الناس كي ابارتيان للجروب ويل يبينيفيسيو من لي دروا اللي كاينين هنا دروك نروحو نقراو لي دروا هادو بلا نقراوهم نقدروا نروحو ديريكتوم لو فيشي وهنايا عندكم لو فيشي هذا واش دير ديزالياس احنا ما يهمناش هذا غل هنايا يقول لك لالين واش يكون فيها يكون فيها لوتيليزاتور اوكي سور كل ماشين il va exécuter quelle commande كيما هذا sur toutes les machines il va exécuter toutes les commandes allow root to run any command anywhere هنايا سي لا ميم شوز allow pupil in group will to run all command تسمى كاع الناس كي ابارتيان للجروب ويل يقدروا كاينه وحده بلي دونجوروز كو هادي تسمى نو باسورد وش معناتها معناتها انا نقدر اكزيكيتي إذا كنت في الجروب ويل نقدر نexecute نيمبورت كال كوموند نتاع الروت سون دوموند دو مود باس دونك لا كاستيون لي بوزيوها لهنايا واش هو الدونجي نتاع هذه واش هو الدونجي كي ما يكونش كاين مود باس وكاين مود باس الوغ واش هو الدونجي كي ما يكونش مود باس الوغ انا شفنا دركا باللي وكان نجي لهنايا وندير اكزومبل بلاس سلاش او تي سي سيدو واس بلي بيرميسيون درناي وكان ندير سيدو دوموندي لي المود باس تاع اوتيليزاتور وهنا نشوف لو كونتوني تاعو داكوغ هاد ليتيليزاتور يشدها اون طومبو ها ما يدومونديلكش دائما عندها ان سيرتان طون يقعد مقارديه من بعد كي يشوفك ما خدمش بزاف سيدو يقعد تما ستوم فاسون باش تولي سوبر يوتيليزاتور وهادي باش نيفيتيو تما نقدروا نعطوا لواحد لاكسي روت بلا ما نعطيوه بلا ما نعطيوه المود باس نتاع الروت فهاد لوكا تما كي نكريا ليتيليزاتور ونحبه باش يولي يكون عنده البريفيليج روت واش ندير ندخله في الجروب ويل تما انا وكان نقلع هادي لهنايا ندير قدامها دياز بار اكزومبل لو فيشي سي دو ار هاد دروك ليتيليزاتور بار اكزومبل بويدا لهنايا ما يوليش عنده البريفيليج نتاع سيدو نقول لك ونا باري با دون لو فيشي سيدو نقدروا ما نديروها رابيد مو هذه ندخلوا لهنايا هذه اخر مره خلينا نوتيليزيو سيدو نجيو لهنايا موديفيوها صاي الو ولا في اي سيلو تاني في اي سيلو نيشان عبد الغني ماشي مشكل نديرو سيلو لا سلاش او تي سي سيلو ار واش قالكم بويدا از نوت ان ذا سي دي ار فايلز مالغري كو قبل ما كناش كاينين اصلا بصح كنا فين جروب اللي كاين ما هنا درك باش نعاودو نرجعوه كيما كان لازم ندخلو اون طون كوروت ونعاودو نديرو في اي باش يشوفوها تاني الناس هادي ونحوسو على ويل باش واحد يكون افيكاس شوف
شروس اوف جارد ونخرج. سيبا عاود نخرج منا درك وكان ندير هكذا ندخل سون دوموند دو مود باس اون طونكو اوتيليزاتور سام. الوغ هادي سي لوتيليزاسيون تاع سودو وسودو. كاين حاجه اخرى ثاني كن اوتيليزيو سودو اس او ونخدمو بالتالي وبلا بلا الموان بالموان ولا سون بالمايس ولا ما كاش المايس. هنايا هذه عندها علاقه بالانفيرومون اللي راح تروح فيه. باغ اكزومبل كون نديرو بويده هكذا لونفيرومون تاعو اكتويال راني في الريبرتوار وكان نشوف لو باس تاعو اكتويال هذا هو لو باس. وكان ندير سيدو بلا لموا وندخل اون طون كوروت ديجا شوفوا وين راني ومامون ندخل روت ها راني دوك نولي نخدم عند بويده بلا ما نفيق حاجه الزاوجه الباس اللي راهو عندي لهنا واللي راهو لهنا غير لو ما يا نومامو انا نلقى هنايا الباس نتاعي روت بين ما عنديش هادي وعندي روت سلاش بين هنايا معناتها رحت اون طون كوروت بصح دون زان اسباس تاع نوتر يوتيليزاتور تسمى بور ايفيتي هاد لو بروبليم نديرو لو موا وكان نديرو هكذا هابي دبليو في دي وها لو باس تاعي اون طون كو روت بين ماشي كيما لو باس نتاع الوغ سي لا ديفيرونس في هذاك الناقص اللي رانا نديروه ولا المايند هذاك اللي نزيدوه هو لونفيرونمون دو ترافاي نتاع ليوتيليزاتور كي باسكولي. تسمى هنا رانا شفناه بالروت مي قادر نديرو سيدو اس او بليتو فير يوزر وهنا تولي مصيبه ما كي نجي نكتب عندها ما نقدرش نكتب يقول لك ايرور ديكريتور. الوغ سا سي بليتو راك تكتب عنده انت حاسب بلي راك بليتو راك تكتب عندك وحاسب بلي راك تكتب عنده. الوغ هذا الفرق بين اس او و سيدو. الوغ لا كاسيون اللي نطرحوها دروك في بوان دو في سيكوريتي من الاحسن يوتيليزيو اس او ولا سيدو ولا لي دو. الوغ انا نصيحة من عندي اس او نساوها تاي اس او نساوها اس او تتنسى ولا خدش هاد صوالح كيرسي استوار تاع ولف حاجة كي توالف عليها سي بون. كيما واحد يقول لك انا ما قدرش نخدم بلينكس ولا ما قدرش نخدم بويندوز حكاية تاع ولف هذا ما كان. كيما دروك كاين واحدين كنت تتلاقى بيهم وتهضر معاه يقول لك ها تهضرش معايا انا على القهوة ما تحبسنيش كاع عالم تاع براس ما تقلحاليش او جا كورونا قلحاله هي في الدار يا لا قهوه لا والو ما ضرب كان يقعدوا له شهر كي من هكذا اني عليك محمد تقعد شكال كي من هكذا تقلبها اتاي محمد وتنسى باللي كاين القهوه. الوغ هادي الفرق بين هاد لي ليدو واحد باش يوتيليزي سيدو ولا يوتيليزي سيدوار. الافضل ان يوتيليزي سيدو وحادي حدا من بعد ان شاء الله وكان افونسي كيدخل فيها مسيو اس او لينكس مام عندك سيدو ولا عندك سيدوار وعندك المود باس وما تدخل غير باش تشوفوا لا بويسونس نتاع لينكس اون تيرم دو سيكوريتي سي با لا ميم شوز كو دوتر سيستم. الو دركا نزيدو نشوفو هنايا تسمى دروك حنا قلنا ان يوتيليزاتور باش يولي عندو سيدو سوا تزيد له لين في سيدو ار سوا زيده للجروب. الوغ دركا نجيو كومون اجوتي ان يوتيليزاتور حنايا باش اجوتيو ان يوتيليزاتور لي يوتيليزاتور قبل لا نحكيو كاش اجوتيوهم كاين سيدو اس او سامع عندها حتى معنى انا جو فوا با تما غادي تدخل اون طون كروت بالمود باس تاعك هذا معك.
Alors, lehna, قبل ما نحكيو على كاش تزيد ان اوتيليزاتور، لازم واحد اون طونكو ادمين سيستم، ولا اون طونكو ادمين سيستم، واش لازم؟ لازم يعرف لا لين كي نديرو جراب بويدا دون سلاش او تي سي باس دبليو في دي. هادي لا لين، واش معناتها؟ معناتها ان اوتيليزاتور كري. الوغ لا باز دو دوني اللي محطوطين فيها كاع لي زوتيليزاتور سيستم لوكال، لوكال جايه في سلاش او تي سي سلاش باس دبليو في دي. تسمى لو نومبر دي اوتيليزاتور اللي راك حاب تعرفهم شحال كاين من واحد، يلفو جوست ليستي لو نومبر دو لين اللي كاينين في الباس دبليو في دي. داكوغ، هنايا انتي دي اس، سي كوا اكرم انتي دي اس؟ ما فهمتش شيء انتي دي اس اكرم. الوغ هنا عندك 45، بصح من بعد نشوفو بلي حنا ريال مو ما عندناش 45. هاي هنايا هادو ماشي كاع لي زوتيليزاتور، مخلطين لي زوتيليزاتور سيستم. الوغ كي نفهمو هاد لالين نقدرو نخرجو شكون هما لي زوتيليزاتور لي فغيمون كاينين في السيستم. الوغ هاد لالين فيها 7 تاع لي شون ولا 7 تاع الخانات، وكل خانة وخانة بيناتهم كاين دو بوان. هاي وكل كازا وعندها معنى. بويدا الاول سي لو نون دو لوتيليزاتور، هادي سي اون استوار قديمة تاع المود باس. بكري المود باس كانوا يديروه هنايا، دركا راهو كريبتي في جهة اخرى. الميل سي لو اي دي تاعو، الاي دي يوزر اي دي، والميل الزوجة سي جي دي سي جروب اي دي، وهذا سي لو جروب برينسيبال. من بعد نشوفو واش هو جروب برينسيبال جروب سوبليمونتير. هذا ستان كومونتير قادر نمدو فيه ديسكريبسيون على هاد ليوتيليزاتور، قادر يكون مام خاوي. هذا سي لو ريبيرتوار دو ترافاي تاع ليوتيليزاتور، معناتها كان واحد يجي هنا ويبدل كلمة هوم يديرها تي ام بي، غادي ليوتيليزاتور بويدا كي يدخل لو ريبيرتوار دو ترافاي تاعو هو سلاش تي ام بي سلاش بويدا، تدير هذيك سلاش هوم. بور سيت ريزون كنت نقول لكم ان تريك بار ديفو، كي ندخلو في السيستم واحد يميتريزي يقدر يدير واش يحب. وهذا سي لو شيل اللي يخدم به بارش، سي لو شيل اللي يخدم به ولا لانتربريتاسيون، لانتربريتار دو كوموند اللي يخدم به. تسمى اللي عنده بارش يقدر يدخل السيستم، اللي ما عندوش ما يقدرش يدخل. اللي عنده بارش يدخل في السيستم، اللي ما عندوش ما يقدرش يدخل. تسمى انا باش نحوس على فريمون لي نومبر دوتيليزاتور اللي عندي، خصني نحوس على كلمة باتش في الفيشي. شحال عندي من اوتيليزاتور؟ عندي دوز اوتيليزاتور. لو ريست سي دي اوتيليزاتور سيستم، ما عندي حتى علاقة بهم انا. تسمى انا كي نشوف 45 ودو، انا اللي يهمني سي لو دو. لو 45 سي دو زوتيليزاتور سيستم، 43 اوتيليزاتور سيستم و دو اوتيليزاتور. كي نشوفو لهنا الاي دي تاع الروت هو زيرو ديجا. الوغ لا كاسيون تاعي، وكان هذا نرجعوه كي نرجعو هذا زيرو، اسكو بويدي ولي روت؟ وكان ندخل انا نبدل هذيك الميل نرجعها زيرو، ونخرج ونأكسيدي بليتيزاتور بويدا. اسكو هذه تولي دولار ولا تولي دياز ولا تولي دولار وعندي البريفيليج تاع روت؟ ما يهمش اس او لينكس.
نادر الله يسهل. اون توليكا لا سيسيون راهي اونجستري. الوغ هنا اسكو لوتيليزاتور يتبدل والانفيت نتاعو من بعد يتبدل ولا ما يتبدلش؟ الوغ هنايا واش معناتها غادي ندخلو بالروت لاخاطش هذاك ما قدرش نتوشيوه بلا روت. كندير هكذا نحوس على لوتيليزاتور بويده نجي لهنايا وندير له هكذا ونخرج منه كاع ونأكسيلي دروك. اسكو ديمو شتو المصيبة الكبيرة دخل بروت الاي دي روت الوك هو راه داخل ببويدا ريالمو راه داخل ببويدا الفو فار اتونسيون وي تبدل الروت اي تما يقلب الفيستا الوغ غير فو فار اتونسيون حوايج كيما هادو يديرو تما واحد يجي يخدم عندك ما يديلكش مود باس تاع الروت بصح يكري لك ان يوتيليزاتور ويخليه بالاي دي زيرو يقعد لك اون طونك يوتيليزاتور روت. طيب الوغ ما كانش الكونفلي وقتاش يصرى الكونفلي وقتاش يصرى يصرى غير كي نجيو نكريو ان يوتيليزاتور. طيب كي نجيو نكريو ان يوتيليزاتور باغ ديفو وكان يكون الاي دي ديجا يوتيليزي يقول لك كونفلي بصح كي تدخل توشي الفيشي ما فيها لا كونفلي لا والو دير واش تحب. Vim est le même pour toutes les distributions Linux ou seulement là la Vim c'est pour toutes les distributions. Alors Vim utilisé quoi puisque il est beaucoup plus plus ergonomique que Vim. C'est enhanced Vim, hein? Mais c'est une fonctionnalité nouvelle. Tu vois les couleurs et tout. باغ اكزومبل كان ندير هادي ونخرج وندير في اي شوف سي با لو ميم سي با لو ميم افيشاج. ان يوزر نمدلو لي ميم دروا كروت ونديك عندنا دو روت وي واحد انا ندخل بليوتيليزاتور بويدا نكريه من بعد نروح نمدلو زيرو زيرو واللي تا هو روت بصح عنده اسم مخداخ دو روت دو نون ديفير بصح ما نقدروش نديروهم بلا لين دو كوموند لازم توشي في لي فيشي دو كونفيغوراسيون. الوغ دروكا نجيو على كي نحكيو كاين كاسيون فاتت قبل ما حبيتش نريبوند عليها بويسك ايمن قالنا يمكن لينا موديفيو في السلاش تيسكال بالنسبه لنوفو يوتيليزاتور. الوغ هذه حكايه اخرى كي تكريو ان يوتيليزاتور باغ ديفو عنده دي بارامتر يجيبهم دي فيشي دو كونفيغوراسيون. هاد لي فيشي دو كونفيغوراسيون كاين سودو غادي نجي نشوفو واحد سلاش تي سي ديفولت يوزر ار هذا ديجا الاول هذا اللي في الشيء الاول غادي نشوف فيه هاد لي بارامتر بار ديفو. ها هو الهوم بار ديفو اللي كنت نقول لكم كاسيون دو بارامترات تما كان بدل انا هنايا ما يوليش يحطها في هوم يحطها في حاجه اخرى. كي نروح ندير اسكو لي ان اكتيف بار ديفو كي نكري اسكو اكسبيرا شو الباش بار ديفو اسكو نكري لها نون دو ميل بو سيستم ومين نجيب لي فيشي بار ديفو نتاعو جايين في الاسكان ثم عندها كان نعطيه مثال نكريو ان يوتيليزاتور يوزر هاد فورماسيون داكو ونديرو الاس سلاش هوم فورماسيون ما فيه والو صافي كنديرو موا ا غادي نشوفو دوتر هاد دي زانفورماسيون وين جابهم هادو اون فاند كونت سي كو
le contenu تاع slash etc اش معناتها؟ معناتها اللي حبيت نديفيزي انايا ان فيشي بار ديفو لكاع لي زوتيليزاتور اللي نكريهم واش لازم ندير؟ لازم نكريه الداخل. نعطيكم ان اكزومبل، باغ اكزومبل سوسيتي عندها ان شارت دوتيليزاسيون تاع ماتري انفورماتيك، ان دوكيمون بي دي اف لازم يقراه اي واحد كي يدخل السيستم. كي يدخل تما واش يدير الادمين تاع السيرفر؟ واش يدير؟ يروح للاسكال يحط هذاك لو دوكيمون. كي يكري ان يوتيليزاتور يقول له الله يخليك في الكونت نتاعك عندك ان فيشي بي دي اف يفولو ليغ ولا يفولو رومبلير وبعدها. هذا سي ان اكزومبل دوتيليزاسيون دو اسكال، ستادير سي لي سكولات كو يبو يوتيليزي. هذا سي لو برومي فيشي دو كونفيغوراسيون. وعندكم ان دوزيام اللي هو سلاش او تي سي لوغين داف، هذا فيه دوتر بارامتر وش هو الميدير تاعو لي بارامتر تاع المود باس تاعو. هادو من بعد نشوفوهم وقتاش دوري ديفي تاعو، مينيموم تاع لاطاي تاعو، الوارنينغ. الاي اي دي هو تري امبورطون. هذا الاي اي دي لي زوتيليزاتور نورمال شتو بويدا بار ديفو دار الاي اي دي ميل. هذيك لانفورماسيون من جابها هو البريمي يوتيليزاتور مور روت كاين عطاوه ميل اوتوماتيكمون، هذه جابوها منا. تما انا كان نبغي نبدل هذا الكومبورتمون نبدله هنا، مي الفو فير اتونسيون هذا لو كومبورتمون راهو عنده دي كونسيكونس. خاطش من 2001 من 201 199 سون دي اي دي تاع سيستم، سي دي كونت سيستم. سيستم يكريم جينوم تاع لي زابليكاسيون ولا تاع لو تريك سيستم. حنايا اوني اوتوريزي دو ترافاي من هنا من 1000 حتى 60000، و سي لا ميم شوز بور لو جروب. اسكو نكري لها هوم ديريكتوري كي نكريه ولا لا؟ لا. شو هو الماسك هذا من بعد نشوفوه. هادو سي لي بارامتر بار ديفو كيما سبيسيفيوش احنا. بار اكزومبل الشيل بار ديفو شفناه هنايا، هو باش صح. انا نقدر نكري ان يوتيليزاتور سيدو يوزر اد مو اس سلاش اس بين نو لوجين نديرو يوتيليزاتور فورماسيون 2. ممكن نديرو دروكا جراب على فورماسيون سلاش او تي سي باس دبليو في دي. شوفو بلي واحد عندو باتش هذا، بار كونتر هذا ينا با لدروا دو لوغين. نو لوغين معنتها هاد ليوتيليزاتور عندو كونت في السيستم مي عمرو لا يقدر يلوغي لا بالاس اس اش لا بالشال لا بتا حاجه. الوغ هاد ليكزومبل وين نقدروا نصيبوه؟ واش هما لي زوتيليزاتور اللي يكون عندهم كونت في السيستم بصح ما عندهمش لو دروي اكسيديو له؟ ان اكزومبل كيفاش ادي اكرام؟ ما فهمتش. تهضروا بالالغاز ولا خصني ندخل ريسانكون نفهم واش راكم تخمو؟ اكتيف ديريكتوري لا علاقه هنا. كيل سون لي تيب ديوتيليزاتور اللي واحد يقري يقدر يكريهم ويكون عندهم باغ اكزومبل اف تي بي؟ وي الوغ كليون فينال الدروك لي زابليكاسيون تي بار اكزومبل. لا سا ديبان ان سيستم ك دون دي زابليكاسيون ميتي لا جيستيون دي زوتيليزاتور حاجه وحده اخرى. ما قادر يكون باز دو دوني، قادر يكون في انانيو ال داب، حاجه وحده اخرى كاع. هادو لي زوتيليزاتور لوكال هادو
SSH دي حاجة كونترير لتيزاتر سي كي يكون عنده باش يقدر يدخل بالاس اس اش. كيما عطاكم ان اكزومبل عطاتنا امال اف تي بي ميل هادو كاع دي زوتيليتار لي نقدروا نكريوهم دي زوتيليزاتور. باغ اكزومبل عندنا سيرفر ميل بازي على لي زوتيليزاتور سيستم، هنايا خاصهم غير اوثنتيفيو باش يريكوبيريو لي زيميل تاعهم، ما خاصهمش يدخلوا للسيستم. هنا نديروا لهم لا لوغي، سي دي زيكزومبل على لوتيليزاسيون تاع لي لي سيستم. الوغ لهنايا سي نوليو سلايد تاعنا. الوغ هنا شفنا يوزر اد بار ديفو لي زانفورماسيون هادو يجيبهم اللوغين داف، وعندكم يوزر اد و اسكال. باش تموديفي ان يوتيليزاتور اكزيستون تيتيليزي يوزر مود، داكوغ. واحد يقدر يوتيليزي مان يوزر مود باش يشوف كاع لي بارامتر اللي يقدر واحد يديرهم على pour changer les paramètres تاع un utilisateur. Alors user del c'est la commande qui vous permet de supprimer un utilisateur. D'accord? C'est la commande qui vous permet de supprimer un utilisateur. Il faut faire attention. Si vous mettez un paramètre et une option, qu'il y a une option comme mettez les données تاعو يقعدوا. User del formation لهم دي ديريكتوري تاعو يقعد، لي زيميل تاعو اللي كانوا كاينين في البول يقعد، كلشي يقعد. هنايا سا بوز ان بروبليم سي بور سات ريزون. سي واحد حب يسوبريمي ان يوتيليزاتور يلفو لو سوبريمي افيك موا ار بور اون اون سوبريسيون ريكورسيف. وراح نديرو ان اكزومبل. باغ اكزومبل لهنايا supprimer l'utilisateur formance user sudo user del formation de nous sudo user add user. D'accord. On va dire le tile. Je vais vous montrer le dernier tag du fichier slash etc. Passwd. Le problème, c'est le user. Si on va aller à l'ls de la home, je vais vous montrer le home. راح نشوفوا باللي يوزر عنده دو ريبرتوار نتاع فورماسيون اللي كان من قبل. شوفوا في راه المصيبه ما فورماتيش تك تك تك. الوغ نعاودوا لهنايا. واش درت؟ سوبريميت لوتيليزاتور فورماسيون دو، من بعد زدت ان يوتيليزاتور يوزر، من بعد شفت باللي ليوتيليزاتور هاو هنا تشوف هادي كانت الفورماسيون دو، رجعت الاي دي تليبي راده يوزر ولي دوني بيسك يوزر دار ما تسوبريميز كاع لي دوني تاع ليوتيليزاتور. تما لي دوني تاع فورماسيون دو يولي يدخل لهم ليوتيليزاتور جديد ديراكتومون يقدر يدي كاع صوالحه. سي ان بروغرام ان بروبلام grave. Alors il faut faire attention. Quand on supprime un utilisateur, il doit le supprimer d'une façon définitive. Par exemple, pour corriger la situation, user del moins r user. Ça y est. Nous allons dire ls. Nous allons voir que c'est ونزيد لوتيليزاتور فورماسيون دو، وغادي تخرج لكم نوتيفيكاسيون ان بو سبيسيال يقول لك باللي
الفيشي exists directory اسكال directory into file exists mailbox من بعد عادة هاي ولات لا سيتوياسيون نورمال كي نجي نسوبريمي دركا هنايا جدول سوبريمي افيك موان اف كي ندير هكذا راح بيه بلو كونتوني نتاع سي بون الوغ سا سي لو كا دوتيليزاسيون تاع السوبريسيون. ما تنساوش بلي ان اوتيليزاتور كي تكريوه بار ديفو ما عندوش مود باس، كي تكملوا لا كرياسيون ديريكتومون لازم تعطيوه ها مود باس. اكزومبل هنايا سي اكزومبل راكم تروماركيو بلي يا اون ريستريكسيون على لي مود باس، يا ريستريكسيون على لي مود باس هي مينيموم وي كاركتر، مي اون طون كروت ما عندي حتى ريستريكسيون. بصح هو كان يجي شونجي نتاعو وما يديرش فيه وي كاركتر ان شاء الله ما راهو ماشي. الوغ سا جوست ان اكزومبل سور لا بارتي سيكوريتي او نيفو دو. الوغ اللي شفناه بارابور les utilisateurs هو نفسه اللي غادي يكون بارابور لي جروب داكور. الوغ لي جروب سي موا بيسك لي جروب فيهم جوست جروب اد بور كري ان ان جروب داكور. ثاني هو يجيب لي زانفورماسيون تاع من لوغين دا و بير ديكا في لي اوبسيون عندك موان جي سبيسيفي لو جي دي تاعو هذا ماك. مي لو ريست ما فيش حاجة كبيرة. جروب مود جروب دال جروب دال سي الفوك الجروب يكون خاوي داكور. سا سي الوغ لو بوغ شونجي ولا التيري الجروب واش نديرو؟ نديرو لوتيليزاسيون دو يوزر مود موان جي ولو نو نتاع الجروب ولوتيليزاتور. هنا il faut faire attention qu'il y a deux types de groupes, qu'il y a le groupe supplémentaire ou qu'il y a le groupe principal. Le groupe principal j'ai la groupe principal j'ai slash etc par exemple j'ai oublié là slash etc passe wd. الوغ لهنايا هذا هو لو جروب برينسيبال. لازم نحوسو على كلمة ميل في سلاش او تي سي جروب. احنا كي نشوفو هنا شكون لي لابارتيان للجروب بويدا؟ حتى واحد. انا بور موا حتى واحد. تسمى الجروب بويدا سي با زان جروب سوبليمونتير تاع نوتر يوتيليزاتور. بار كونتر وكان نحوسو على ويل فيه يوتيليزاتور بويدا، معناتها وكان ندير اي دي بويدا ولا اي دي تو كور باسكو ديجا راني داخل به، راح تشوفوا باللي هنايا عندكم عنده دو جروب، جروب ويل وجروب بويدا. صح واحد فيهم برينسيبال ولو ريست كامل دي سوبليمونتير. الجروب سوبليمونتير نعرفوا انه الجروب برينسيبال يجي لهنا هو لي لو نون اللي راهو هنا قلعوا من لا ليست اللي تكون لهنا. تما نضرك وكان نحب نبدل يعني جروب نزيدوا الان جروب سوبليمونتير واش ندير؟ ندير يوز ان نكري ان جروب جروب اد فورماسيون وباغي نزيد او هذا كاين ديجا وباغي نزيد ليتيليزاتور بويدا للجروب فورماسيون. تسمى كي ندير جروب فورماسيون سلاش او تي سي جروب راح نصيب هنا كلمة بويدا. كي نصيبها هنا معناتها لو جروب فورماسيون سي ان جروب
سيبليمونتير نتاع بويدا كاش نديروها هذه سيدو يوزر مود موا ا جي داكور موا ا جي ماجسكيل هو الجروب فورماسيون ساتر بويدا فنعاودو نشوفو الاي دي هنا يا جست خصنا غاديش نوريكم ندخلوا في الحكايه تاع هاك هنايا اون سو روتروف افيك لو نوفو واش درنا لا كوموند لا كوموند لاش فيتو درنا موا اجي هاد الاوشا معناتها يفو فير اتونسيون سكو هادي وكان ما نديرهاش هاد ال ا كان ما نديرهاش هادي رومبلاسي كاع لي جروب سوبليمونتير بهاد الجروب هادي ا معناتها ابند غادي نزيد على لا ليست دي جروب اللي كاينين الوغ الموان جي وحدها واش دير ترومبلاسي كاع لي جروب سوبليمونتير بهاد لي جروب والجي مينيسكول بار كونتر ما تخدموهاش مع ال ا جي غير وحده جي مينيسكول سي لي جروب برينسيبال تسمى لا حبيت نبدل هذا يوتيليزي لو جروب برنس جي ماجيسكول مينيسكول دي حبيت سلاش او تي سي كريب ونشوفو لالين تاعو في الباس دبليو في دي اللي حبيت نبدل هاد لو نيميرو نبدلو باليوزر هادي وكان ديرها هكذا تولي لو جروب برينسيبال هذا يتبدل اي كان ديرو هكذا ونعاودو نديرو هاك هاي هاديك الصون ولات المين ولات مين ا وكان ديرو اي دي راح يولي لي بيان سور خصو يسورسي لو فيشي نتاعو هاي اي دي ولات لي فورماسيون وان بليس بوي داتا راح يروح كاريم غادي نرجعو كيما كان الوغ سا سي الفرق بين جي ماجيسكول الوغ طارق يعني الموان جي موديفي في الفيشي تاعو في الباسورد لا اللي تموديفي في الفيشي سلاش او تي سي باسورد سي الموان جي مينيسكول والموان جي ماجيسكول موان جي مينيسكول تكون تجي لهنا تخرب في هذا الفيشي او تي سي سلاش باس دبليو في دي والموان جي ماجيسكول توشي في الفيشي سلاش او تي سي سلاش جر اوكي الوغ هنا باش ما تنساوش كي نديرو ال ا بنزيد له لا ليست اللي راهي عنده وكندير الجي تو كور تمحي كاع واش عنده كوم جروب سوبليمونتير ودير له غير هذاك لو جروب اللي زدت الوغ هادي سي كومون جيري لي utilisateurs ou là comment gérer les alors ça c'est la gestion des utilisateurs